أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف المحاضرات لصالح الأطفال من مرضى مستشفى أبو الريش. النهاردة عندنا هنتكلم على السنترال نيرفس سيستم سنسوري تبع الكراش كورس، وهي لكتشر رقم 5 وخاصة بالباثوي اوف سنسيشنز والبين كنترول سيستم، وهو موضوع مهم جدا فنحب نبقى عارفينه كويس يا ولاد. في الاول انا بس عاوز اقول لكم حاجه، انه الباثوي اوف سنسيشنز الاحساسات عند ربنا سبحان الله نوعان. قلنا في نوع ايبيكريتيك يعني فاين احساسات دقيقه، وفي نوع بروتوباثيك يعني كروت سنسيشنز. فنتوقع نبتدئ الاول الافكار العامه عن الموضوع. تيدي بيل دلوقتي، تعالى نفكر مع بعض. احنا مقتضيات المرحله ان عندنا في السباينال كورد 3 كولمز زي ما انت شايف. ففي عندك دورسال كولم ورا بوستيرو، وفي لاترال كولم، وفي فنترال او انتيرو كولم. فبرغم ان احنا عندنا الاحساسات نوعان، لكن كان في السباينال كورد لابد من توزيعهم على الثري كولمز. فتعال نفكر بهدوء مع بعض. من هو الكولم الاكثر امانا؟ طالب ذكي قلناها قبل كده، قال 100% هو الدورسال كولم، لانه هو يعني امن لسببين، مش بس ان هو دورسال لورا، ولكن كمان هو ناحيه الميدل لاين، فبما يدل على انه وراء الخلق خالق ان امن الكولمز وهو الدورسال كولم. ربنا حط فيه اهم احساسات اللي هو الابيكريتيك اللي هي الفاين سنسيشنز، ولو نبقى حافظينها صم دي اربع احساسات. الفاين تاتش لو قويته يبقى فاين بريشر، لو كررته يبقى فايبريشن، ومعاهم زي ما بقول ابناء العمومه اللي هم البروبريسبشن او البروبريسبتيف سنسيشنز اللي هم السنس بوزيشن والسنس موفمنتس. فيلاحظ ان الدورسال كولم، وده الاهم لانه هو الامن لانه دورسال ولازق في الميدل لاين، خد الاكثر اهميه. الامن خد الاكثر اهميه الاهم، وهو الفاين سنسيشن. تاني ملحوظه جميله يا اولاد، ان الاحساسات دي كلها الرباعيه دي اللي تبقى حافظها صم كلها يوني موداليتي يعني نوع واحد، كلها بيكانوا سيبتيف سنسيشنز. يبقى تبقى حافظهم صم. لو اتقطع الدورسال كولم في مريض هيفقد ايه؟ فاين تاتش تقويها يبقى فاين بريشر، تكررها يبقى فايبريشن، ومعاهم ابناء العمومه اللي هم البروبريسبشن. طيب التو كولمز الاقل امانا بقى، طبعا اقلهم امانا اللي هو في المواجهه قدام خالص، الفنترال كولم اللي هو ده اتحط فيه أقل الإحساسات. يعني شيء يا أولاد لما الواحد يفكر فيه يدل على أنه وراء الخلق خالق، في قوة هي اللي بتوزع وبتقسم. فقدام في أربعة هما الأقل أهمية: كروت تاتش يعني تاتش كروت مش دقيق، تقويه يبقى كروت بريشر، تكرره يديك تيكلينج. ما هو التيكلينج ده بيجي زي ما نقول حشرة بتمشي عليك بتعمل لك ريبيتد تاكتايل ستيميليشن او اتشنج الهرش، ومعاهم السكشوال سنسيشنز، دول كلهم موجودين في الفنترال. اما اللاترال كولم فخد الاثنين اللي هم كروت برضه، لكن بالنسبه لنا لاطباء مهمه جدا، لان احنا وظيفتنا تو الفييت بين، احنا نشيل الم من على المريض. فاللاترال كولم خد البين والثيرمال سنس. تبقى حافظ الكلام ده صم. يبقى امن الكولم اللي هو الدورسال كولم خد رباعيه،
fine touch, fine pressure, vibration and proprioception. الكروت سنسيشنز اتوزعوا الاثنين الاقل امانا اللي في المواجهه يعني فنترال مش دورسا قدام مش ورا واللي لاترال مش ميديا قدام في اربعه كروت تاتش كروت بريشر تيكرينج وايتشنج ومعاهم سيكشوال سنسيشنز وبعدين اهم كولم لينا كلينيكالي اللي فيه البين والثيرمال سنسيشن اللي هو اللاترال كولم تبقى عارف هذا الكلام كويس قوي طيب احنا عايزين نقول بقى ان يوجد قاعدتين اولا ان احنا القاعده الاولى ان ربنا حطهم هم في الاساس يا فاين يا كروت بس في السباينال كورد كان لازم ربنا يحطهم في 3 جروبس كورسبوندينج تو ذا 3 كولمز وهتسالني ليه لانه don't put all your money in one pocket تخيل لو كل حساب اتحطت في كولم واحد والكولم ده اتقطع يبقى ضاعت كل الإحساد إنما ربنا عندنا 3 كولمز يبقى وزعهم على 3 كولمز وعليه تبقى حافظ كل كولم لو اتقطع هتفقد إيه الدورسة لا ده ضعت خالص الأربعة الفاين أقلهم أهمية الفنترال الأربعة كروت تاتش كروت بريشر تيكلينج وإيتشي موسيكشن اللاترال كولم فقدت البين والثيرمو تبقى حافظهم صم ده أنا قلت لكم حاجة معلومة جميلة حتى إن الطيور على أشكالها تقع يعني ايش معنى البين مع الثيرمال سنسيشنز يعني ليه ربنا حط الحراره مع البين لان قلت الامتداد الطبيعي للحراره من الجهتين فوق 45 هوت بين تحت 5 كولد بين اذا الامتداد الطبيعي للثيرمال سنسيشن هو البين عشان كده ربنا حط البين مع التمبرتشر تاملنا حتى في دي يعني توزيع الكولم في مواقعهم ماده للتامل الاهم في الحتة الأكثر أمانا الأأمن للأهم وهو الدورسال كولم لأنه دورسال وميديا طب اللاترال والفنترال يبقى الحاجات اللي مش مهم طب خد بالك التوزيع هنا كروت تاتش تقويها يبقى كروت بريشر تكررها يبقى تيكلينج وإيتشينج ومعها السيكشوال سنسيشنز في اللاترال في البين والثيرمال يبقى أول قاعدة أن ربنا برغم أن عنده الإحساسات نوعان إلا أنه لأن السبينال كورد فيه 3 كولمز فوزعهم على 3 كولم في 3 جروب تبقى حافظهم صم برغم ان هما في الاساسا 2 باثويز يا فاين يا كرود تاني قاعده برضو يا ولاد ان كل احساس عشان ينتقل من الريسبتور المستقبل الى السيربرال كورتكس لازم يعدي اللي ينقله 3 اوردر نيرونز يعني ايه 3 اوردر نيرونز يعني مش بس 3 نيرونز اوردر يعني بترتيب معين يعني لازم الاولاني يبقى الدورسال روت جانجليون الثالث لازم يبقى في الثالاموس والثاني وهو ده الاهم بقى لان ده اللي بيختلف عنده ديفرنت سايتس يعني لو كان كروت سنسيشن بيبقى موجود في السبينال كورد تحت فور فاين سنسيشنز بيبقى موجود فوق في المظله حتى بقولها في مزاح يا اولاد الفاين الناس التوب في التوب تبقى في التوب السكند اوردر نيرون بتاعها في المظله الفاين سنسيشن انما الناس التعبانه الكروت سنسيشن السكند اوردر نيرون بتاعه في السبان كورد طب تاني اهميه برضو شيء عاملها لك باللون الاحمر ان الكروسنج تو ذا اوبوزيت سايد احنا عارفين الاحساسات من ناحيه اليمين تروح الشمال الشمال تروح اليمين تملي بيحدث عن السكند اوردر نيرون يبقى دول يعني احنا تحدثنا عن قاعدتين القاعدة الاولى ان ربنا حط السنسيشنز في 3 جروبس برغم ان هم اساسا عند ربنا فاين وكروت زي ما نشوف طب ليه حطهم في السبان كورد في 3 جروبس كورسبوندينج تو 3 كولمز تاني قاعدة ان عشان انقل كل احساس من الريسبتور الى الكورتكس او السنتر لازم اعدي 3 نيرونز بترتيب معين وهنا بقول برضو في تأمل أنه وراء الخلق خالق وحدانية الديزاين وحدانية التصميم تؤكد على وحدانية الخالق لو هي عشوائية اللي بتخلق كان كل سنسيشن يبقى ماشي بطريقة معينة إنما كل الإحساسات في الجسم عشان تتنقل من ريسبتور وتروح للسنتر تعدي بثلاثة أوردر نيرونز وبترتيب معين الاولاني لازم يبقى في الدورسال روت جانجليون
يعني ايه افهم يعني outside the central nervous system، لان الدورسال جانجليون دي بره السنتر نيرفس سيستم. التالت لازم يبقى في الثالاموس، وحتى عندي تامل قلت لكم اشمعنى الثالاموس، ان في اللور انيمالز اللي هم زي الطيور والاسماك كان هو ده الهاي سنسوري سنتر هو الثالاموس. يعني الطيور والاسماك قلنا بتحس بالثالاموس، ففي الهاير انيمالز اللي هم زي في الماملز ربنا خلى على الاقل تكريما للثالاموس نعدي على الثالاموس كثير من اوضه النيرون، ويبقى الطالب اذكى من غير ما ابقى حافظ. انا كده عرفت تو اوضه النيرون لاي احساس، لعشرات الاحساسات اللي خدناهم. لما يقول لك اتكلم على الباثوي، انت في اتنين مضمونين، الاولاني اوتسايد في الدورسال روت جانجلون، والثالث في الثالاموس. طيب نيجي للتاني بقى، التاني هو ده الاهم، هو باللون الاحمر. التاني يتميز بمميزتين، بانه different sites، يعني في حاله الكرود غير في حاله الفاين، وانها بطريقه لا تنسى. الناس التوب الفاين السكند اوردر نيرون بتاعهم في التوب في المظله، اما الناس الكرود الكرود سنسيشنز التعبانين دول تحت، بيبقى السكند اوردر نيرون بتاعهم زي ما هنشوف في السبان كور. تاني نقطه وهي الاهم، ان تملي الكروسنج بيحصل بالاكسون بتاع السكند اوردر نيرون اللي بينقل الاحساسات من ناحيه اليمين للناحيه الشمال او من الشمال لليمين، هو الاكسون بتاع السكند اوردر نيرون. طيب معلومه جميله برضو عاوز اقولها لكم اكلينيكيا هتفيدكم جدا يا اولاد. انا واخد ده نص السباينال كورد، لان طبعا نص الثاني ميرور ايمج نفس الفكره، فقسمتها الى بوستيرو كوادرانت وانتيرو كوادرانت عشان ده في الكلينيكال مهم جدا. وعندنا سؤال بعد كده هيجي لنا، لو انا عيان اتقطع عنده البوستيرو كوادرانت، ده جات شاظيه بوظ البوستيرو كوادرانت، هو الاقل احتمالا الانسان بيجابه المخاطر بوجهه، فاخر حاجه ممكن تقطع هو البوستيرو كوادرانت. ربنا حط فيها الفاين سنسيشن الاربعه، كروب تاتش كروب بريشر فايبريشن اند بروبسبشن، ومعاهم البيراميدال تراك بتاع الموتور، يعني اتفقدت تماما لو اتقطع البوستيرو كوادرانت، فقدت الاحساسات الفاين وفي نفس الوقت البيراميدال اللي بيحرك اتقطع. طب تاني معلومه مهمه جدا هنا، انه الفقدان في حاله البوستيرو كوادرانت بيحدث على الابسي لاترال سايد، يعني لو اتقطع البوستيرو كوادرانت الرايت هيحتفقد الاحساسات الفاين من الرايت هاف اوف ذا بودي ويتشل الرايت هاف اوف ذا بودي، انما الكروت سنسيشنز دي موجوده فين؟ في الانتيرو كوادرانت. يبقى لو اتقطع الانتيرو كوادرانت ده اخف الضرر، هتفقد فقط الكروت سنسيشن ومفيش اي حركه زي الفل، حركه لن تتاثر، مفيش اي حاجه حركيه في الانتيرور كوادرانت، تفقد فقط الكروت سنسيشنز اللي هم اهمهم البيلو تمبرشر. طب تاني نقطه هتفقدهم، اوعى تحفظها لاجيال، على الكونترالاترال سايد، على الناحيه العكسيه، يعني كروت بحرف السي هيفقد على تمام لما يتقطع الكوادرانت اليمين، هتفقدهم في الكوادرانت ال هتفقدهم في الناحيه الشمال. يبقى الكروت بحرف السي على الكونترالاترال سايد. دي الرسمه الصغيره دي مهمه جدا اكلينيكيا يا اولاد، تفتكروها ما حيتم. لما يجي لك يقول لك عين اتقطع عنده البوستير كوادرانت سبان كورد، تبقى في ذهنك حدث شيئان، العين ده فقد كل الفاين سنسيشنز وفقد الموتور اكشن. طب النقطه الثانيه على انهي ناحيه؟ اوعى تنسى البوستير كوادرانت على الابسي لاترال، نفس الناحيه، لو اتقطع البوستير كوادرانت الرايت يبقى فقدان الفاين سنسيشن على الرايت، واللي تشل النص الرايت من الجسم. اما الانتير كوادرانت وده يدل على انه وراء الخلق خالق، ان قدام في المواجهه الحاجه الاقل امانا ربنا حط فيها الحاجه الاقل اهميه، كروت سنسيشنز بس طبعا اهمهم البين ويل تمبرتشر. يعني حتى لما بقول البين ويل تمبرتشر في اللاترال كولم، اللاترال كولم ده اوريدي تابع الانتيرو كوادرانت، يعني هو لاترال بس قدام، فقدت الكروت سنسيشن ومفيش اي تاثير على الموتور اكشنز. واوعى تنسى انه الكرود على الكونترالاترال، دي من اهم المعلومات في الطب، ان فقدان لو اتقطع السباين كورد الفاين والموتور على نفس الناحيه، انما لو اتقطع السباينال كورد الكرود بيفقد على الكونترالاترال سايد. طيب
طيب نيجي بقى تساعدكم بطريقة رائعة ومع شق مثل عشقي للنظام يا أولاد. قبل ما ابتدي الباثويز تعال نتفق على قواعد، وانت عارف انا بحب جدا جدا التجمعات. تعال نشوف السنسيشنز. احنا قلنا ان السنسيشنز عند ربنا نوعان، يا ايبيكريتيك يعني فاين سنسيشنز، يا بروتوباثيك يعني كروت سنسيشن. ونفس الكلمة دي لوحدها سؤال ام اس كيو، ان ايبيكريتيك يعني فاين وبروتوباثيك يعني كروت. طب قلنا على اي اساس ده سؤال ام اس كيو بنقول الاحساس فاين او كروت؟ ما التاتش في تاتش منه فاين وفي تاتش كروت، يبقى 100% الاختلاف مش في الموداليتي، هما الان تاتش، الاختلاف في اللوكاليتي والانتنسيتي. الحاجه تبقى فاين تاتش لان هذا النوع من التاتش واللوكالايزد، يبقى اللوكاليتي حلوه قوي واقدر احس فيه اب تو 100 جريدز، قوي واقوى واقوى 100 جريدز. بينما العكس، طب الكروت تاتش على سبيل المثال ليه قلت عليه كروت تاتش؟ لانه بورلي لوكالايز، تحديد المكان اقل، وبحس مش 100 بقى 10 10 اب تو 20 جريدز، حتى الحفظ قول هنا 100 وهنا 10، يبقى هنا ويل لوكالايز و100 جريدز، انما هنا بورلي لوكالايز و10 10 10 20 جريدز. مع عشق مثل عشق النظام. طب انا دلوقتي هتكلم عن الباثويز. علمت الطلبة حاجة رائعة يا ولاد، يلا بقى نتعلم مع بعض النظام يا ولاد، يعني التنظيم مع عشق مثل عشق النظام. انت عشان تشيل اي احساس من الريسبتور توديه للسنتر لازم تعدي على 3 نيرونز بترتيب معين، مش 3 نيرون 3 اوردر، يعني 3 وبنفس الترتيب 3 order neurons. يبقى الطالب ذكي قال لي خلاص، يبقى أنا فهمت، يبقى ما يجيني أي sensory pathway سواء في CNS هنا أو بإذن الله لاحقا في the special senses، لازم هحط 5 items، لأن احنا ناس منظمين. هتكلم على الريسبتور نمرة 1 والسنتر نمرة 5 وما بينهم 3 بقى اللي هو first وsecond وthird order neurons. مش هتاخد الفول مارك الا اذا غطيت الخمس نقاط دي. نبتدي في عندي 3 اوردر نيورونز، قبلهم نمره 1 الريسبتور وبعدهم نمره 5 السنترز. وبقول يا اولاد دائما ابدا ان في الشرح بتاعي بقى مختلف شويه، الاختلاف مبعثه شيء واحد، عارف ايه؟ انه وراء الخلق خالق. اني ما بفكرش في العلم كعلم فقط، إنما ده وراه خالق، فمية المية يعني بيدفع للفهم الصحيح. يعني زي ما بقول إيمان، الإيمان بأن في ربنا ده ما يدفعكش فقط للهدى وإنك بإذن الله ربنا يجازيك في الآخرة، ده يخليك تفهم العلم أكثر كمان. يعني الإيمان يؤدي إلى الهدى ويؤدي إلى العلم. تعال نتفرج مع بعض، هقولها لك and you'll never forget it. مقارنة جميلة خالص، احنا قلنا ان الفاين سنسيشن ربنا حطها في المكان الامن، عشان كده حتى يسموها ايه بقى، موجود في الدورسال كولم، وبعد كده هيبقى موجود جنب الميديال لاين في حاجه اسمها ميديا ليمينيسكس. قلت لك يعني هي امنه بحاجتين، بانها ورا ولازقه في الميديال لاين، ورا لانها في دورسال كولم، وفي البرين ستيم بعد ما نطلع من السبان كورد، في السبان كورد في الدورسال كولم، في البرين ستيم هتبقى لازقه في الميديال لاين في الميديا ليمينيسكس. بينما الحاجات الأقل أهمية، شوف التعبير العكس تماما، موجودة ventral يعني قدام أقل أمانا، ولاترال يسموها ventrolateral pathway أو spinothalamic pathways، يعني فيه فيه فيه. طيب نيجي الريسبتور، إيه رأيك بقى؟ أنا أقول لك وحضرتك فكر معايا. يوجد نوعان من الريسبتور، يا ريسبتور متكلفة encapsulated محترمة، يا ريسبتور ما فيهاش كبسول free nerve endings. اختار حضرتك. تفتكر الفاين سنسيشنز هنختار لها انهي ريسبتور؟ كل ريسبتور بتاعتها، ويبقى راجع الاحساسات اللي قلناها انكابسوليتد. انما الريسبتور بتاعه الكروت سنسيشن موستلي فري، غالبا بتبقى فري نيرف اندينجز. ليه قلت موستلي يا اولاد؟
الكروت تاتش احنا قلنا انه فري نيرف اندنجز حتى والكروت بريشر حتى لما قلنا هير اند اورجان قلنا ان اللي عاوز يفهم صح الهير اند اورجان دي ما هي الا فري نيرف اندنجز رابت لف حوالين نهايه الشعر. اللي خلاني قلت موست ان الكول سنسيشن في بعض الريسبتور بتاعته كبسوليتي لكن الفاين كله انكابسوليتد ريسبتورز وهنا موستلي فري اندنجز. طيب نيجي الفيرست اوردر نيرون يا اولاد. فيرست اوردر نيرون قلنا الفيرست اوردر نيرون في الحالتين نمر مضمون اهو هو اوتسايد ذا سنترال نيرفس سيستم في الدورسال روت جانجليون موجود في الدورسال روت جانجليون. حتى تعالى افرجها لك من دلوقتي اهي ده الفيرست اوردر نيرون الدورسال روت جانجليون اوتسايد ذا سنترال نيرفس سيستم او يسموها بوستيرو روت جانجليون ده تملي الفيرست اوردر نيرون. يبقى نمره هي مضمونه يا اولاد. يبقى الفيرست اوردر نيرون دورسال روت جانجليون او بوستيرو روت جانجليون. طيب هذا ال الدورسال روت جانجليون نوع الخلايا اللي فيه بتبقى يونيبولر يعني طالع منها فايبر واحده تنقسم تو برانشز دندرايت واكسون. تعال نفكر تفتكر احنا في حاله الفاين سنسيشنز هنديها انهي فايبرز فاين؟ طالب قال لي نديها احسن فايبرز لان وراء الخلق خالق فالفاين سنسيشن بتبقى ايه الفا وايه بيتا اللي هم احسن فايبرز بينما الكروت سنسيشن اللي هي اسوأ حاجة هنديها اسوأ فايبر اللي هي مين؟ سي فايبرز ولزوم اللوكاليزيشن شوية منهم اي دلتا. يبقى ده الفرق في الدندرايت. يبقى الدندرايت هنا في الفاين ايه الفا وايه بيتا انما الدندرايت هنا بتبقى سي في الاغلب وايه دلتا. تعال الحتة اللي بعدها بقى الاكسون لذيذة جدا. طب تعال الاكسون نتفرج مع بعض دلوقتي احنا عندنا ادي الاكسون ده الدندرايت وده الاكسون. انت عشان تدخل السباينال كورد البوستيرور روت بينقسم لتو برانشز لاترال برانش اللي هو ده وفي واحد تاني هنجيله مع الفاين اللي هو بيبقى هنا ميديال برانش. يبقى في لاترال وفي ميديال. برضو الطالب ذكي سؤال ام اس كيو تفتكر مين انهي برانش أأمن اللي قريب للميدل لاين الميديال ولا اللاترال؟ طالب قال لي الميديال. تفتكر ربنا يديه لانهي احساسات؟ انا عاوز ناس فاهمه مش حافظه. احساسات الاهم اللي هي الفاين. يبقى الفاين هيدخله عن طريق الميديال برانش اوف بوستيرو روت انما الكرود هيدخله عن طريق زي ما انت شايف زي الرسمه اللي انا راسمها اهي عن طريق هنشوف رسومات بعد كده اللاترال برانش اوف ذا بوستيرو روت. يبقى خلصنا ال فيرست اوردر نيرون. نيجي للثيرد اوردر نيرون. قلنا الاحساسات كلها متفقه في الفيرست اوردر نيرون ان الفيرست اوردر نيرون هو اوتسايد ذا سنترال نيرفس سيستم في الدورسال روت جانجليون او بيسموها بوستيرو روت جانجليون. نمره مضمونه بس طبعا مش غباوات يا اولاد هم كلهم في الدورسال روت جانجليون لكن الخلايا بتاعه البين غير التمبريتشر غير التاتش غير الفايبريشنز لان في حاجه اسمها مولر لو يعني هم اشتركوا في انه كلهم في الدورسال روت جانجليون لكن مش عاوزك تتخيل ان نفس الخليه بتدي كل الاحساسات لكل احساس في خليه خاصه بيه اشتركوا في المكان بس ان كلهم الفيرست اوردر نيرون لكل الاحساسات ادي نمره مضمونه اهي اوتسايد ذا سنترال نيرفس سيستم في الدورسال روت جانجليون ده الاشتراك. وبعدين اللي هي بيطلع منها قلنا يوني بولر سيلز فعندها دندرايت وعندها اكسون وفكرنا بذكاء الفاين هديله احلى فايبر ايه الفا وايه بيتا والكرود اديله اسوأ فايبر السي ولزوم اللوكاليزيشن شويه على الاي دلتا. طب نيجي الاكسون هدخل على السبينال كورد في عندي ميديال برانش وفي عندي لاترال برانش ده اكثر امانا لانه قريب من الميدل لاين انما ده اقل امانا وراء الخلق خالق بقيه الطلبه يحفظوا حضراتكم هتفهموا الحاجه المهمه الفاين تدخل من القريبه من الميدل لاين محميه اكتر انما الكرود يدخل من اللاترال برانش.
الثيرد اوردر نيرون. قلنا هم اتفقوا في الثيرد اوردر نيرون وهو مين؟ الثالامس. اسمها ايه؟ اسمها اللي اتفقوا فيها فنترال بوستيرور لاترال نيوكليوس اوف الثالامس، او ساعات يسموها فينترو بيزال نيوكليوس اوف ذا ثالامس. يعني ليها اسمين في كل واحد حسب التكست بوك بتاعه. يبقى النيوكليوس بتاعت الثالامس بتاع الثيرد اوردر نيرون اسمها فنترال بوستيرور لاترال نيوكليوس VPL نيوكليوس او فنترو بيزال نيوكليوس، اسمها كده. ده في الثالامس، يبقى اتفقوا في الثالامس. نيجي بقى المشكله في السكند اوردر نيرون يا ولاد، لان هو ده اللي بيختلف في الكرود عنه في الفاين في موقعه. وقلتها لكم بطريقه لا تنسى جميله، لو انت فاين سنسيشن هيبقى الناس التوب الفاين تبقى السكند اوردر نيرون بتاعهم فوق، مش في السبان كورد في المدله، اللي هم جراسيل اند كونييت نيوكلياي. جراسيل يعني رشيقه، وكونييت زي شكل الكون زي المخروط نيوكلياي. وعليه قلنا الاكسون بتاع السكند اوردر نيرون هو اللي بيكروس، وعليه في حاله الفاين سنسيشن السكند اوردر نيرون في المدله، يبقى الكروسنج حصل في المدله. وعليه افهم بقى ادام الكروسنج فوق في المدله يبقى ما حصلش كروسنج في السبانال كورد، يبقى لما اقطع التراكس بتاعته في السبانال كورد اديك فهمت ليه الفاين بيفقد على السيم سايد، لانه الكروسنج ما حصلش في السبانال كورد. السكند اوردر نيرون بتاعهم في المدله اللي هو عنده كروسنج، فالكروسنج حصل في المدله ما حصلش في السبانال كورد، فبيفقدوا على السيم سايد. بينما الكروت سنسيشن التعبانه السكند اوردر نيرون بتاعهم فين؟ الكروت تحت في السبينال كور في الدورسال هورن سيلز. مش انت عارف ان الجري ماتر ليها دورسال هورن وانتيرو هورن ولاترال هورن حتى في حاله سيمباثيتك، فالسكند اوردر نيرون في الدورسال هورن سيلز. طب يبقى حصل، يبقى في السبينال كور، يبقى عليه الكروسنج بتاع الكروت حصل في السبينال كور، يبقى عليه لما تقطع التراكت بتاعهم هو اوريدي بتاع الناحيه الثانيه بيفقدوا على الكونترالاترال سايد. هنشوف الكلام ده برسومات يا ولاد ما تقلقش، بس انا بعمل مقارنه الاول. لاترال اند فنترال سباينال ثالاميك تراكتس. طيب خد بالك بقى، الاكسون في البرين ستيم بتاع الفاين في عندي تو ليمينيسكاي، ميديا ليمينيسكس وسباينال ليمينيسكس. افتكر من اسمه الفاين هياخد انهي ليمينيسكس؟ فاين لازم نحافظ عليه، يبقى في البرين ستيم يبقى ياخد الميديا ليمينيسكس، انما هنا ياخد السباينال ليمينيسكس. نيجي السنتر، انت برضو قولها من فضلك. انت عندك السنتر في احسن سنتر نمتلكه اللي هو السيربرال كورتكس، ده احسن سنتر اللي هو حتى اسمها سوماتو سنسوري، يعني السنسيشن بتاعت السوما الجسم يسموها سوماتو سنسوري اريا نمبر 1. تفتكر الاحساس الفاين، وممكن السنتر يبقى في الثالامس او ارتيكو فورميشن، عندك اختيارين اهو. المركز ممكن يبقى في الكورتكس اللي هو اعلى ما نمتلك، وممكن يبقى في الثالامس اللي هو قلنا ثالامس يعني مهاد، او في ارتيكو فورميشن. اختار حضرتك. طالب قال لي طبعا الفاين هختار لها الكورتكس اللي هي هيبقى سوماتو سنسوري اريا 1 اللي هم يسموها برايمري سوماتو سنسوري كورتكس. انما في حاله الكرود السنتر اهو السي فايبرز معظمها بتشتغل على سي فايبر، سي فايبر ده اما ليتد بتاع اللي علمتها لكم ما يروحش الكورتكس، يبقى السنتر بتاعه هو الثالامس والريتيكولا فورميشن. اما الشويه الصغيرين بتوع الكرود اللي بتشتغل على الاي دلتا اللي هم ليتد لازم يطلعوا للكورتكس، يبقى يروحوا السوماتيك سنسوري اريا نمبر 1. انما دول كانوا كلهم مالينيتد بيبقوا اي الفا واي بيتا، يبقى يروحوا للسوماتو سنسوري اريا 1 او برايمري سوماتو سنسوري كورتكس. طيب قال لي انا ليتل بيت كونفيوزد، يعني ممكن تلمها لنا تاني؟ قلت له بس بص يا اولاد انا ما اقدرش الاول ما القي المعلومات اقولها وفي نفس الوقت اقول لك ازاي تحفظها، يعني ما اقدرش اعمل اثنين في عين واحد. لكن تعالى بقى نراجع سويا مع بعض كده وعد معايا. لو حضرتك جالك اي باث واي، وعلى فكره مش ده الباث واي لسه عامل لها رسوماتها هوريك كل واحده على حده، بس بحط القواعد الاول اللي هي تسهل الامر. لو جالك اي سنسوري باث واي سواء سوماتيك او سبيشال سنسز
حضرتك هتحط كام عنوان؟ طالب قال لي دي فهمناها 5 عناوين. قلت لك ليه؟ قال لي ان انت قلت ان كل احساس عشان يتنقل من الريسبتور للسنتر لازم يعدي بثلاثة نيرونز بترتيب معين، فيرست سكند ثيرد اوردر، يعني بترتيب معين نيرون. يبقى دي 3 وقبلهم هنتكلم على الريسبتور وبعدهم هنتكلم على السنتر، يبقى لازم 5 حاجات. طيب دي اول نقطه اتعلمناها. طالب قال لي طب نبتدي بالريسبتورز. انت قلت ان الريسبتورز نوعان، يا اما كابسوليتد يا اما فري نيرف اندينجز. تفتكر الفاين وراء الخلق خالق نوع ريسبتور هيبقى ايه؟ كابسوليتد ريسبتور، انكابسوليتد ريسبتورز. انما الكرود في الاغلب هتبقى فري نيرف اندينجز، موستلي فري نيرف اندينجز. قلنا فيما عدا ايه بقى؟ ليه قلنا موستلي للدقه؟ عشان الكولد ريسبتور عنده فري نيرف اندينج برضه، بس في بعضهم كابسوليتد. لولا كده كنت قلت فري نيرف اندينجز. طيب نيجي الفيرست، اتفقوا في مين بقى؟ احنا عندنا 3 اوردر نيرون، فيرست وسكند وثيرد، من الاقل مجهود في الحفظ اتفقت جميع الاحساسات في الفيرست والثيرد، مش في نفس النيرون يا ولاد، في الموقع. مش عاوز غباوه، ان موقع النيرون الفيرست وموقع النيرون الثيرد واحد لكل الاحساسات. فالفيرست اوتسايد ذا سنترال نيرفس سيستم، جانجليون يعني كولكشن نيرونز اوتسايد ذا سنترال نيرفس سيستم، اللي هي الدورسال روت جانجليون، او يسميها لك مش عاوز غباوه بوستيرور جانجليون. يبقى اتفقوا كلهم ان الفيرست اوردر نيرون بتاعهم دورسال روت جانجليون. طب والثيرد؟ كلهم في الثالاموس. فين؟ في ال VPL Ventral Posterior Lateral Nucleus of Thalamus. طيب نكمل بقى الفيرست اوردر نيرون. الفيرست اوردر نيرون ده يونيبولار سيلز، ففي دندرايت في اكسون. الدندرايت اللي هي عامله فايبر رايحه للريسبتور. اختار تفتكر فاين لناس فاهمه ان وراء الخلق خالق نديلها انهي فايبرز؟ بقيه الطلبه تحفظ، انما حضرتكم فاهمين الفاين اديلها احسن فايبرز عندي A ألفا و A بيتا، إنما الكرود أدلها أسوأ فايبر السي، حتى السي مع السي كرود سي فايبرز، ولزوم اللوكاليزيشن شوية صغيرين A دلتا. طب نيجي الأكسون. قلنا عشان ندخل السباينال كورد، ما احنا كنا في جانجليون برا، في عندي يا لاترال ديفيجن يا ميديال ديفيجن. الفاين تديله مين؟ الأأمن القريب من الميديال لاين، يبقى يدخل عن طريق الميديال ديفيجن ويعمل الجراسيل أند كونييت تراكتس، اللي هم هيطلعوا فوق لان السكند اوردر نيرون بتاعهم فوق في المدله. انما الكرود احطها في اللاترال ديفيجن. طيب نيجي بقى السكند اوردر نيرون وهو الاهم يا اولاد. قلنا ده فيه نقطتين، ان هو اللي بيحصل عنده كروسنج، وان هو ده اللي بيختلف في موقعه. وقلتها بطريقه لا تنسى، الناس عمرها ما بتنساها. الناس التوب السكند اوردر نيرون بتاعهم في التوب، الفاين في التوب، السكند اوردر نيرون بتاعهم في المظله اسمه جراسيل اند كونييت نيوكلياي. يبقى طلعنا لهم الاكسون بتاع الفيرس كان اسمه جراسيل اند كونييت تراكتس، طلع للسكند اوردر نيرون في المظله اسمه جراسيل اند كونييت نيوكلياي. وليه هما اتنين؟ ان ربنا عامل الابر هاف اوف ذا بادي بيبقى في الكونييت واللور هاف في الجراسيل. طالب قال لي انا بلخبطه، قلت لك لا، هو الجراسيلس ماسل يا اولاد في الابر ولا في اللور ليم؟ طالب قال لي الجراسيلس دي في اللور ليم، يبقى افتكر يبقى الجراسيلس الجراسيل نيوكلياي والجراسيل تراكس دول بتوع اللور هاف، يبقى بالاكسكلوجن الكونييت نيوكلياي والكونييت تراكس دول بتوع الابر هاف، ده الاثنين. طيب بينما الناس التعبانه الكروت سنسيشنز السكند اوردر نيرون بتاعهم موجود في السباينال كورد. فين بالظبط؟ في الدورسال هورن سيلز. طب السكند هو اللي بيكروس، يبقى عشان كده حصل هيكروس في السبانال كورد. اللي جاي من اللاترال هيعمل لاترال، واللي جاي من الفنترال كولم هيعمل فنترال، جايين من السبانال كورد ورايحين للثالاماس يبقى سبانال ثالاميك تراكس. واحنا في البرين ستيم هنشوف بعد شويه بنعمل حاجه اسمها ليمينيسكس. الفاين هياخدوا ليمينيسكس قريب ميدل لاين، ميدل ليمينيسكس الكرود يعملوا السبانال ليمينيسكس. نيجي للسنتر. المايلينيتد فايبرز علمتها لكم، هنا بتروح دي كانت ايه؟ الفا واي بيتا، يبقى دي تروح للسنتر، يبقى في الكورتكس سوماتو سنسوري اريا نمبر 1 او برايمري سوماتو سنسوري كورتكس. انما هنا كانت معظم الفايبر سي فايبرز، السي فايبر ما بتطلعش الكورتكس، يبقى بالعقل السنتر مش في الكورتكس، في الثالاموس والتيكا فورميشن.
طب ليه احيانا في السوماتوسنسوري ايريا نمبر 1؟ عشان في بعض الفايبر مش سي بتبقى بعضها اي دلتا. مش هعيدها بالتفصيل ثالث، انما هقول النقاط الاساسيه. ما يجيلك اي سنسوري باثوي هتتكلم على خمس نقاط: 3 اوردر نيورونز مسبوقين بريسبتور ومعقوبين بالسنتر. والقاعده الاساسيه انك هتختار الافضل للفاين والاقل للكرود. فده القاعده. فالريسبتور فيه انكابسوليتد وفيه موستلي فري نيرف اندينجز. قلت بالنسبه للسنتر الافضل ادام هنا قلنا الفايبرز مانليتد يبقى هنروح الكورتكس، انما هنا هنروح الثالاموس والتيكا فورميشن بتاعه. وبعدين فيرست سكند وثيرد اوردر نيورون قلناها بطريقه جميله اتحدوا في الفيرست دورسال روت جانجليون وبوستيرو روت جانجليون، الثيرد ثالاموس، واختلفوا في السكند الناس الطب في الطب في المظله والناس تعبانه في الاسبان كورد، والكروسنج بيحدث عند السكند اوردر نيورون. نبتدي بقى نشرحهم تفصيليا واحده واحده، بس انت عارف النقاط الاساسيه وبالتالي هتبقى سهله جدا يا ولاد. تعال نشوف. ابتدي بالفاين. الفاين ودي بتيجي سؤال تحريري يقول لك اتكلم على الباث واي بتاع الدورسال كولم. الدورسال كولم يبقى فاين لان ربنا حاطه في الدورس، او يسموها الميديا الليمينيسكال باث واي. يبقى الفاين حتى قلنا لطيفه بانها دورسال وفي نفس الوقت ميديا، وهي في السبان كورد موجوده في الدورسال كولم، وهي في البرين ستيم موجوده في الميديا الليمينيسكس. فعشان كده بيسموها اهي، بص دورسال كولم اهو ميديا الليمينيسكال باث وايز، ده بتاع الفاين. يلا قولها لي انت بقى تطبيق الحاجات اللي قلناها. مين الفاين سنسيشن تعني بيهم مين حضرتك؟ طالب قال لي اعني بيهم الفاين تاتش، اقويه يبقى بريشر، اكرره يبقى فايبريشن، ومعاهم ابناء العمومه بروبريسبشن. وقلنا كلهم يوني موداليتي. هتتكلم في كام نقطه؟ طالب قال لي انت قلت لنا خمسه. هنبتدي بالريسبتور وننتهي بالسنتر وما بينهم ثلاثه اوردر نيرونز اهو. النقطتين السود اللي هم متفقين الفيرست والثيرد، والنقطه الحمراء هي دي السكند اوردر نيرون اللي هو مختلف وعنده بيحصل الكروسنج. يلا قولها انت بقى. الريسبتورز في حاله الفاين سنسيشنز اختار الاجابه الصحيحه، انكابسوليتد ولا فري نيرف اندينجز؟ طالب قال لي لا دي فاين، يبقى هنختار الانكابسوليتد. طيب نيجي الفيرست اوردر نيرون. قلنا تملي الفيرست اوردر نيرون ثابت في جميع انواع الاحساسات، اهو في كل انواع الاحساسات موجود اوتسايد ذا سنترال نيرف سيستم، واسمه دورسال روت جانجليون او بوستيرور روت جانجليون. وهكتب تحتها كلمتين الخلايا يوني بولر، يبقى في دندرايت رايح للريسبتور وفي اكسون هيدخل السباينال كورد. الدندرايت تختار انهي فايبرز للفاين؟ ما بزهقش يمكن المره العاشره. قال لي احلى فايبر اخترت ايه الفا وايه بيتا. طب والاكسون هيدخل السباينال كورد، دخول السباينال كورد في تو ديفيجن للبوستير روت، في واحد لازق في الميدل لاين يعني امن، وفي واحد اهو باللون الاحمر بعيد عن الميدل لاين. تفتكر الفاين وراء الخلق خالق هيدخل عن طريق مين؟ طالب قال لي الميديال ديفيجن اوف ذا بوستير روت، ويعمل تو تراكس اللي هو من اللور هاف هيبقى جراسيل ومن الابر هاف هيبقى الكونيت تراكس. ادي ذس واي تو تراكس. وبعدين نروح للسكند اوردر نيرون. قلنا الناس الفاين السكند اوردر نيرون بتاعهم فوق في المظله اهو، وزي ما في جراسيل اند كونيت تراكس هيبقى هنا في جراسيل اند كونيت نيوكليي. وقلنا السكند هو ده اللي بيكروس، يبقى هيعمل كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد ويمشي في البرين ستيم في حاجه اسمها ميديا ليمينيسكس. عاوز اعلمكم شويه اناتومي. واتس ليمينيسكس؟ انا عارف دي مش شغلتي بس برضو عشان تبقى المحاضره كامله. لما تقرا كتاب اناتومي محترم الليمينيسكس لازم يبقوا تو تراكس، لازم يبقوا بيتكون من تو تراكس في البرين ستيم، تاني كلمه، وهما في البرين ستيم هنسميهم ميسك، ويكون لهم كومون فانكشن. طب ما انا عندي جراسيل اند كونيت تراكس، ادي تو تراكس الكومون فانكشن بيشيلوا الفاين سنسيشنز، الجراسيل من اللور هاف والكونيت من الابر هاف، وموجودين في البرين ستيم نسميهم ميديال ديمينيسكس. ومعلوماتكم بقى لو رجعت للاناتومي مفيش غير فور من السكاي في البرين ستيم،
يبقى ما هو الليمينيسكس؟ علمتك اناتومي. تو تراكس لازم يبقى اصله تو تراكس لهم كومن فانكشن وهم موجودين في البرين ستيم هنسميهم ليمينيسكس. فهنا بنسمي كونيه في البرين ستيم ميديا ليمينيسكس. وشوف الروعه، يبقى هما في السبان كورد كانوا في امن كولم في الدورسال كولم اللي هو امن لانه دورسال وناحيه ميد لاين، وهم في الليمينيسكاي في البرين ستيم كانوا في الميديا ليمينيسكس لانها حاجه فاين. نيجي بقى الثيرد اوردر نيرون يا اولاد. الثيرد اوردر نيرون هنا لازم تبقى في الثالاموس، فبنسميها فنترال بوستيرور لاترال نيوكليوس اوف ثالاموس، او في بعض الكتب فنترو بيزال نيوكلياي اوف ثالاموس. المهم لو نسيت ده كله قول ثالاموس. طب السنتر، طب ده الفايبرز مايلينيتد يا اولاد، يبقى لازم كلها تطلع الكورتكس زي ما اتفقنا، فبتروح لسوماتيك سنسوري اريا، سوماتو سنسوري اريا نمبر 1 اللي هي البرايمري سوماتو سنسوري اريا. ادي اصعب باثوي بتاع الدورسال كولم او الميديا ليمينيسكس باثوي بتاع الفاين. انت هتعيدها تاني في عجاله بس انا اقولها لك بسرعه جدا. ريسبتور كابسوليتد فيرست اوردر نيرون دورسال جانجليون او بوستيرور جانجليون يعني بولار سيلز. الدندرايت نقي احسن فايبر ايه؟ الفا واي بيتا. الاكسون ادخل من امن ديفيجن ميديا ديفيجن واعمل جراسيل اند كونيت تراكس. سكند اوردر نيرون بتاع السكند لازم التوب يبقى في التوب في المظله والكروسنج في المظله، هم جراسيل اند كونيت نيوكليي. الاكسون بتاعهم هنا بقى يبقى في البرين ستيم، لازم يعمل حاجه اسمها ليمينيسكس ميديا ليمينيسكس. الثالاموس دي مشتركه في كله اللي هي بوسترو فنترال بوستيرو لاترال نيوكليوس اوف ثالاموس اللي هو الفنترو بيزال نيوكليوس اوف ثالاموس. ولازم هنروح لاحسن حاجه لان احنا كنا مايلينيتد فايبر هيطلع الكورتكس سوماتو سنسوري اريا نمبر 1 او برايمري سوماتيك اريا. طيب نيجي بقى الناحيه الثانيه كرود. كرود ده اتقسم لمجموعتين البين والتمبرتشر في اللاترال كولم، حتى ارسمها لك بما يعني ان هو في اللاترال كولم. بينما الكرود تاتش والكرود بريشر وتكررها يبقى تيكلينج ومعاهم اتشينج والسيكشوال دول موجودين في الفنترال كولم، هي تعادل الفنترال. يلا نبتدي نفس الكلام يا ولاد. هتشرح في كام نقطه يا طالب؟ قال لي انت قلت 5. زهقنا. 3 اوردر نيرونز قبلهم ريسبتور بعدهم سنتر. نبتدي بالريسبتور. تفتكر الريسبتور بتبقى ايه؟ موستلي فري نيرف اندنجز. لو بتكلم على البين فري نيرف اندنجز، التمبرتشر فري نيرف اندنج ما عدا الكولد هو اللي معاه شويه كبسوليتد. طيب فيرست اوردر نيرون انت قلت ثابت في جميع انواع الاحساسات اوتسايد ذا سنترال نيرف سيستم دورسال روت جانجلون او بوستيرور جانجلون، وهنكتب تحتيه سطرين ده يوني بولر في دندرايت وفي اكسو. الدندرايت كروت سنسيشن تدي لها اني فايبر؟ اسوا فايبرز سي فايبرز سي فايبر ثم سي فايبر ولزوم اللوكاليزيشن شويه صغيرين ايه دلتا. طب الاكسو هتدخل من عندك الميديال ديفيجن ده الاكثر امانا لانه قريب من الميدل لاين ده بتاع الفاين، هتدخل عن طريق اللاترال ديفيجن اوف ذا بوستيرور روت. طب السكند اوردر نيرون انت قلت لنا الناس الكروت السكن بتاعهم العالي عالي والواطي واطي مع الاعتذار في التعبير، الفاين هم اللي كانوا في المظله انما دول موجودين في السباينال كورد. فين في السباينال كورد؟ في الدورسال هورن سيلز اهم اللي هي كانت متقسمه يا ولاد كنا قلناهم ل 6 لاميني. اهم سكند اوردر نيرون للاطباء هو بتاع البين اللي هو في لامينا 2 و3 هتبقى حافظه صم وبيسموه الماده جيلاتينيه بتاعت رولاندي سبستانشا جيلاتينوزا رولاندي، ومعرفش ليه كل الاطباء في العالم حافظينها حلو جدا. الماده الجيلاتينيه بتاعت اونكل رولاندي سبستانشا رولاندي في لامينا 2 و3. طب واحنا قلنا السكند اوردر نيرون هو اللي بيكروس، يبقى هنا هيعمل كروسنج قدام السنترال كانال ويروح هناك يحتل اللاترال كولم، عشان كده قلنا البين والتمبرتشر في اللاترال كولم. طيب تراكت طالع من السباينال كورد ورايح للثالاموس يبقى يسموه ايه؟ سباينو ثالاميك تراكت، بيحتل اللاترال كولم يبقى نسميه لاترال سباينو ثالاميك تراكت، ده بتاع البين والتمبرتشر. هيطلع الثيرد اوردر نيرون قلنا هتبقى
في الفنترال بوستيرور لاترال نيوكليس اوف ثالاموس. اذا كنت حضرتك بتتكلم على الاي دلتا فايبرز، لان بعد كده هتطلع على السوماتوسنسوري نمبر 1. انما السي فايبرز اللي هي المعظم، لا، السي فايبر دي ما بتطلعش كورتكس، فما بتنتهيش في النيوكليس في الثالاموس اللي بتودي للكورتكس اللي هو السنسوري راديشن، حتى يسموها هنا الاكسون بتاع الثالاموس يسموه سنسوري راديشن. بتنتهي بقى معظم بين سيجنال زي ما هنشوف بتنتهي في النون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي اللي هناخدهم في الثالاموس في الترم الجاي باذن الله. ودلوقتي عايز تبقى عارفهم اسمهم انترالامينار، يعني ما بين اللامني و فنترولاترال نيوكليس. انا عارف كلام صعب شويه، لو نسيت ده كله اكتب الثيرد اوردر نيرون ثالاموس. لو حضرتك اي دلتا طالع الكورتكس يبقى زي اخواتك الفاين في الفنترال بوستيرو لاترال نيوكليس ومنها السوماتيك سنسوري نمبر 1. لكن لو حضرتك سي فايبر هو المعظم، في حاله البين هتنتهي في النون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي اللي هم الانترالامينر والفنترو لاترال نيوكليس. طيب ده البين والتمبرتشر. نيجي بقى للرباعيه بتاعت الكروت تاتش، كروت بريشر، تيكلينج واتشينج اللي هو ده اقل ما نمتلك اهي من اسمها، حتى كروت تاتش كروت بريشر نكررها، يبقى تيكلينج اللي هو حشره بتمشي على جسمك متكرره تاتش كذا مره، واتشينج ومعاهم السكشن. دول موجودين مين فين بقى؟ قلنا دول بتوع اهي بص في الفنترا كولم. طب قول لي نفس الكلام تاني. طالب قال لي احنا زهقنا، انت قلت هنقول 3 اوردر نيورونز قبلهم ريسبتور بعدهم سنتر. نبتدي بالريسبتور، تفتكر الريسبتور هتبقى ايه؟ طالب قال لي هنقي اسوأ ريسبتور فري نيرف اندينجز. طب نيجي للفيرست اوردر نيورون. طالب قال انت قلت لنا ده بيبقى اوتسايد ذا سنترال نيرفس سيستم اللي هو الدورسال روت جانجليون او بوستيرور روت جانجليون، وده يوني بولار سيلز، ففي دندرايت وفي اكسون. الدندرايت تنقي له انهي دندرايت؟ اسوا فايبرز، سي فايبر ثم سي فايبر ثم سي فايبر، ولزوم شويه لوكاليزيشن عشان نطلع كورتكس يعمل لوكاليزيشن في شويه اي دلتا. طيب والاكسون ندخل عن طريق ايه؟ ده كروت سنسيشن، يبقى بنقي له الاقل امانا، مش الميديال، اللاترال اهي اللاترال ديفيجن اوف ذا بوستيريور كولم. سكند اوردر نيرون، قال لي القاعده انت قلت لنا الكرود السكند اوردر نيرون بتاعها بيبقى الواطي واطي تحت في الدورسال هورن سيلز تحت. هنا بقى ما تحددش اللامينا، هنا حددناها لان البين احنا بتوع بين اساسا لامينا 2 و3، انما هنا تقول دورسال روت دورسال هورن سيلز وتسكت. وانت قلت ان السكند اوردر نيرون هو ده اللي بينقلنا الاكسون بتاع السكند، هو تملي اللي بينقلنا لل اوبوزيت سايد، حتى هي كانت في الفاين اللي بنقولنا هو السكند اوردر نيرون، الكروسنج تملي عن السكند اوردر نيرون اللي هو باللون الاحمر. فهنكروس قدام السنترال كانال وننزل على الفنترال كولم هنا. طيب يبقى الاكسون هنسميه ايه بقى؟ موجود في الفنترال كولم اهو، في الفنترال كولم وطالع من السباينال كورد رايح ناحيه الثالاموس، سمي انت بقى. طالع من السباينال كورد للثالاموس يبقى سباينو ثالاميك، موجود في الفنترال هورن يبقى فنترال سباينو ثالاميك تراكت. طب طالب قال لي انت قلت لنا تو تراكتس اهو، اللي هو اللاترال بتاع البين والتمبرتشر والفنترال بتاع الرباعيه كروت تاتش كروت بريشر تيكلينج ويتشينج وسكشوال، لهم كومون فانكشن بيشيلوا الاحساسات الكروت وموجودين في البرين ستيم، يبقى يسموهم لمينيسكس، يسموه سباينال مينيسكس لانه اصله تو تراكتس، فنترال سباينو اند لاترال سباينو ثالاميك تراكتس، فيسموهم سباينال مينيسكس. طب الثيرد اوردر نيرون، طالب قال لي انت قلت لنا هو الثالاموس، يوم ما انا ما اعرفش حاجه نكتب ثالاموس. لو الفايبرز ايه دلتا وطالعه الكورتكس هتبقى فنترال بوستيرور لاترال نيوكليس اوف ثالاموس، اللي هي الاكسون بتاعها هيعمل سنسوري راديشن يروح للسوماتيك سنسوري نمبر 1. لكن في الكرود معظمهم بيبقوا سي فايبرز ما بيطلعوش الكورتكس، فبينتهوا في اذر ارياز اوف ثالاموس. يبقى الموضوع ما فيهوش صعوبه، سهل. طيب قال لي طب بعد ما فهمنا كده ما تيجي تقولهم لنا على الرسمه في مقارنه سريعه تاني يا اولاد للمره ايه العشره دي؟ يمكن العشره بس، هو على الاقل مش هتذاكر، هتبقى حفظتها معايا. لما يجي لك اي سنسوري باث واي، ودي من اهم الحاجات في السي ان اس لفهم الامراض،
هتتكلم في كام نقطة؟ طيب قال انت قلت لنا خمس، ليه خمس؟ ثلاثة اوردر نيرون قبلهم ريسبتور بعدهم سنتر. تعال قولهم في مقارنة. الريسبتور في حالة الفاين كابسوليتد، انما الكرود mostly free nerve endings، وعشان الكولد قلنا في بعضهم كابسوليتد. طب نيجي للفيرست اوردر نيرون، بص فيهم جميعا اهو هو الدورسال روت جانجليون او البوستيرور روت جانجليون. قلت مش نفس النيرون نفس المكان، يعني النيرون بتاع الفيرست اوردر نيرون لكل الاحساسات موجوده في الدورسال روت جانجليون او البوستيرور روت جانجليون، اللي هي الخلايا بتاعتها ايه، هتكتب تحتها يوني بولر، يبقى لازم تحط عنوانين دندرايت واكسون. في الفاين اختار احلى فايبر ايه الفا وايه بيتا، في الكرود اختار اسوأ فايبر سي ثم سي ثم سي ثم ايه دلتا. طب نيجي اهي بصوا بقى على الرسمه، الاكسون هندخل للسباينال كورد، لو انت فاين ادخل في الديفيجن الامن ميديان ديفيجن اوف ذا بوستيرور، انما هنا الاقل امانا لاترال ديفيجن اوف ذا بوستيرور. طب نيجي للسكند اوردر نيرون، لو حضرتك فاين السكند بيبقى في التوب في المظله، يبقى عليه الفيرست طلع عن طريق الجراسيل اند كونييت تراكس وراح للسكند في المظله اللي هو الجراسيل اند كونييت نيوكلياي، وقلنا السكند هو اللي بيكروس، يبقى هيكروس اهو تو تراكس كان اصلهم جراسيل اند كونييت تراكس، عملوا في البرين ستيم ليهم وظيفه واحده اللي هي الفاين سنسيشن، يبقى اسميهم لمينيسكس. انهي لمينيسكس؟ الامن ميديا لمينيسكس. بص بقى الرسمه دي معلومه بمليون جنيه في علم النيورولوجي. يبقى لو انا قطعت يبقى الكروسنج حصل في الفاين السكند اوردر نيورون في التوب وهي دي اللي بتكروس، يبقى الكروسنج بتاع الفاين حصل في المضله ما حصلش في السباينال كورد، يبقى مقطع التراكس هنا في السباينال كورد. الاحساس تفقد على السيم سايت. من اهم المعلومات يا اولاد ان الابيكريتيك سنسيشن اللي هي الفاين لما تقطع التراك ساعتها في السبان كور هتفقد على نفس الناحيه على الابسي لاترال، الابيكريتيك على الابسي لاترال سايت. طيب نكمل هنا بقى السكند اوردر نيرون، انت قلت لنا كرود الوحش تحت، فهنا موجود هما الاثنين في الدورسر هورن سيلز، بس في حاله البين بقى تقول لي البين فين بالظبط، احنا وظيفتنا نعالج البين. في لامينه في 6 لامينه هنا، الخلايا بتاعه البين في لامينه 2 و3 اللي هي السبستانشال نوز اوفرلاندي، ان بقيه الاحساسات بقى تمبريتشر كول تاتش كول بريشر كام ده تقول دورسال هورن سيلز وتسكت. تمام، الاكسون هيكروس قلنا السكند لازم يكروس، طب هنا السكند في السبانال كورد يبقى الكروسنج هيحدث في السبانال كورد ان فرونت اوف ذا سنترال كانال. في حاله البيرو تمبشر هيحتلوا اللاترال كولم، في حاله الكروت تاتش كروت بريشر تيكلينج ويتشينج سيكشوال هينزلوا يحتلوا الفنترال كولم، تابع معاها بالليزر ويعملوا تراك تسميه انت طالع من السبينال كورد راح للثالامس، يبقى سباينو ثالاميك. ايه اللي موجود في اللاترال بتاع البين والتمبشر؟ يبقى لاترال سباينوثالاميك. اللي موجود في الفنترال بتاع الكروت تاتش والكروت بريشر والتيكلينج والايتشنج يبقى فنترال سباينوثالاميك. تو تراكتس اللاترال والفنترال لهم كومون فانكشن بيشيلوا الاحساسات الكرود في البرين ستيم نسميهم لمينيسكس سباينال لمينيسكس. ثيرد اوردر نيرون ثالاموس، لو كانت اي دلتا فايبر هيبقى في الفنترال بوستيرور لاترال نيوكليس اوف ثالاموس اللي هي عن طريق الاكسون بتاعها السنسوري اديشن هتطلع السوماتيك سنسوري نمبر 1. اما لو كانت سي فايبر ما بتطلعش كورتكس فما بتنتهيش في الفنترال بوستيرور لاترال نيوكليس اوف ثالاموس، بتنتهي في اذر ثالاميك نيوكلياي زي في حاله البين وهو الاشهر في النون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي اللي هو للاوائل انترالامينار اند فنترو لاترال، هنقولها بعد كده كذا مره. يبقى دي القواعد يا ولاد، مش هعيدها تاني انما هقول فكرة القواعد. خمسة ريسبتور وسنتر في الاخر وما بينهم 3 اوردر نيورونز اتحدوا في الاول تملي تحت في الدورسال روت جانجل اوتسايد سباينال كورد او سنتر نيرف سيستم، والتالت تملي في الثالاموس. الاختلاف في التاني والكروسنج عند التاني ودي المهم. بص هنا يبقى هنا حصل الكروسنج من الكروت في السبان كورد، يبقى مقطع التراكس في السبان كورد هنا ها
هفقد على الاوبوزيت سايد على الكونترا سايد. حاله الكرود لما تقطع التراكس في السبان كورد هتفقد على الكونترا على الناحيه الثانيه على الكونترا كرود كونترا كرود كونترا. انما الفاين الكروسنج حصل في المظله يبقى ما حصلش كروسنج في السبان كورد يبقى اما اقطع التراكس يفقد على سيم سايد. انت بقى تعيدها انا عدتها انف وانتوا عدوها زي ما انتوا عاوزين. طيب احنا وشغلتنا ايه يا اولاد؟ شغلتنا تو الفييت بين نشيل الام المرضى. عشان كده هنولي اهتمام اكتر بالبين باث واي اللي هو نفس كامل خدناه تقريبا بس بتعديل خفيف. احنا قلنا البين بيحمل على نوعين من الفايبرز ممكن تقولهم لي حضرتك؟ واحد قال لي السي ثم السي ثم السي ثم الاي دلتا. عشان كده البين باثويز بقى انقسم الى نوعين. اللي يحمل على السي ده مش هيطلع للكورتكس. في اللور انيمالز ما كانش فيه كورتكس. فعشان كده سموه باليو سباينوثالاميك تراكت باثوي. باليو يعني قديم. السباينوثالاميك باثوي القديم. اللي هو في الحيوانات اللي ما عندهاش كورتكس. واما اللي بيحمل على الاي دلتا فالاي دلتا دي زي ما اتفقنا بتطلع مايلينيت بتطلع الكورتكس. فيبقى الاي دلتا دي هنسميها نيو سباينوثالاميك تراكت باثوي. يبقى الـ 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 لما يجي لك بين باثويز هتقسمها لحاجتين. الاي دلتا اللي هما الاقل مايلينيتد هتطلع كورتكس. كورتكس حاجه جديده اتكونت في الهاير انيمالز فنسميها نيو سباينوثالاميك باثويز. ودي طبعا الاي دلتا سريعه دي اللي هي الفاست بين. انما السي فايبرز دي ما بتطلعش كورتكس وفي اللور انيمالز اوريدي ما فيش كورتكس. فالسي فايبرز يبقى بتاعه القديم قبل الكورتكس فيسموها بيليو سباينوثالاميك باثويز. تعالى نقولها تاني. نبتدي بالنيو ونقول ال بيليو نقارنها ببعض. كم نقطة يا ولاد؟ طيب قال لي قلت لنا خمس نقط زهقتنا. ثلاثة أوردر نيورونز قبلهم ريسبتور بعديهم سنتر. طيب أوكي. نبتدي. ثلاثة أوردر نيورونز قبلهم ريسبتور، الريسبتور في الحالتين سواء بتاعة الإي دلتا الجديدة اللي هتطلع كورتكس نيو أو بتاعة السي اللي مش هتطلع كورتكس بيليو. بيليو يعني قديم يا ولاد. قلت لكم بيليونتولوجي يعني دراسة الحقبة القديمة في الحياة. فهما الاثنين الريسبتور فري نيرف اندينجز. طب لطالب من الأوائل بقى وهنا فقط تصنع الأوائل. قال لي أنت قلت لنا مع البين إن الإي دلتا دي أكثر تخصصا، إن البين ريسبتور كان فيه عندي ميكانو ثيرمو وكيمو وبولي مودل. كنت قلت لنا إن الإي دلتا دي أكثر رقيا، أكثر تخصصا بتتصل بال ميكانو والثيرمو ريسبتور بس. الميكانو والثيرمو ريسبتور، بينما السي فايبر اللي هي الممارس العام مش متخصصه بأول ريسبتور، الفري نيرف اندنج بتاعت الاربعه ريسبتور. طيب بعد كده هنقول الفيرست اوردر نيورون هو الدورسال روت جانجليون. يونيبولار سيلز يبقى في اكسون وفي دندرايت، الدندرايت اظن ده التقسيمه الاساسيه. ان الدندرايت هنا مين اللي بيطلع الكورتكس الجديد؟ الاي دلتا. يبقى هنا الدندرايت اي دلتا فايبرز. انما في الباليو للاوائل الدندرايت 90% من الفايبرز بتاعته سي فايبرز، لكن لزوم اللوكاليزيشن برضه عشان يبقى فيه شويه لوكاليزيشن معاهم 10% اي دلتا. يعني الباليو مش سي، مش سي مطلق، سي معاه 10% اي دلتا. طب نيجي للاكسون هتدخل عن طريق مين؟ طالب قال لي خلاص تالتان هندخل عن طريق الميديال ديفيجن اوف ذا ولا اللاترال، اسف اللاترال ديفيجن اللي هو مش خايفين عليه، اللاترال ديفيجن اوف ذا بوستيرور روت. نيجي بقى السي. احنا قلنا لما بنتكلم على البين نحن نعني السي اساسا. فالسكند اوردر نيورون هنا هو السابستانشيا جلاتينوزا اوف رولاندي اللي هي فلامينا 2 و3. ده السكند اوردر نيورون. ولا تنسى بقى ان السي فايبر دي بتطلع الترانسميتر عندها عند السابستانشال اوزا اولاندا بيسموها سابستانس بي يعني البين سابستانس.
وقلنا السي فايبر دي بطيئه فدي بتاعه السلو بين، فالافكت بتاعها بيحصل بعد سكندز تو مينتس، بتطلع سبستنس بي سبستنس بي والكلام الجديد شويه جلوتاميت. انما الاي دلتا، الاي دلتا دي سريعه فبتنتهي بقى مش عند السبستانشال اوزو اورلاندي سكند اورلا نيرون، بتنتهي برضه في الدورسال هون بس عند لامينا واحد ثم واحد ثم واحد ولامينا خمسه، يعني الثانيه اثنين وثلاثه انما دي للتبسيط لامينا واحد. يبقى الاي دلتا اديها اول لامينا لان دي الاهم واحد، انما الثانيه السي لامينا اثنين وثلاثه اللي هي السبستانشال اوزو اورلاندي. والاي دلتا سريعه يبقى تطلع ترانسميتر سريع جلوتاميت اللي هو بيشتغل بعد فيو سكندز. انما هناك كنا السي فايبر بتطلع سبستنس بي ثم سبستنس بي ثم سبستنس بي اللي هي بتشتغل بعد سكندز تو مينتس، هناك كان فيه ملي سكندز، ملي سكندز سريعه جدا، هنا سكندز تو مينت. نكمل الاكسون عادي، هيبقى احنا في اللاترال هورن سيل في اللاترال كولم وطالعين من السبان كورد رايحين للثلامس، يبقى لاترال سباينال ثلاميك. تمام. طيب نيجي فوق ثيرد اوردر نيرون بقى، هنا الاي دلتا طالعه كورتكس، يبقى موست فايبرز هتنتهي في الفنترال بوستيرور لاترال نيوكليوس اوف ثالامس اللي هي سموها فنترو بيزال نيوكليوس اوف ثالامس، وهتطلع منها بقى للكورتكس سوماتيك سنسوري ايريا نمبر 1. انما هنا لا بقى، قلنا السي دي ما بتطلعش كورتكس، اللي بيطلع كورتكس الاي دلتا بس. طب احنا قلنا من الاول الباليو مع 10% اي دلتا، يبقى ال 10% دول هم اللي يروحوا ال في بي ال نيوكليس اوف ذا ثالامس ويطلعوا عن طريق السنسوري ديشن لسوماتيك سنسوري نمبر 1. اما ال 90% بقى اللي هم السي فايبر الاما نيت اللي ما بيطلعوش الكورتكس، فدول بيروحوا 3 ارياز، يروحوا للريتيكولار نيوكلياي في البرين ستيم والتكتل اريا في الميد برين، تكتم يعني غطا، وبعدين يروحوا بيري اكويداكتال جري ريجون. الكلمة مش صعبة يا ولاد. بيري اكويدكت يعني حول قناة المية اللي هي الاكويدكت اوف سيلفيس اللي هي ماشي فيها السيربرو سبينال فلويد. فده ريجون لونه جراي رمادي موجود حوالين الاكويدكت فيسموها بيري يعني حول، اكوا يعني مية، اكويدكتال قناة المية ولونها رمادي جراي اريا. يبقى السي فايبرز ادت برانشز لثلاثة ارياز في البرين ستيم، ذن طلعت منها للثالامس، ما هو لازم الثيرد اوردر نيورون يبقى في الثالامس، بس فين بقى؟ بص معايا للنون سبيسيفيك نيوكلياي في الثالامس اللي هم الانترا لامينر والفنترو لاتر، ومعاها الهايبوثالامس واذر برين سنترز. ده القصه. 10% اللي هم معاها ما قلنا البيليو ده كان 90% سي فايبر و10% اي دلتا، هم دول اللي راحوا لل في بي ال نيوكليوس ثالامس ومنها السوماتيك سنسوري نمبر 1. ده القسم. يبقى ده الاختلاف ما بينهم. تيجي تقول لهم حضرتك تاني في الخمس اختلافات ريسبتورز في حاله الاي دلتا متخصص احسن شويه، هما الاثنين فري نيرف اندنجز بس هنا الثيرمال والميكانيكال بس، انما هنا اول ريسبتورز. اهم فرق ان في النيو الجديد، جديد ليه؟ لانه بيطلع الكورتكس اللي اتكون في الجداء في الثدييات اللي هي اجدد حاجه، يبقى ده اي دلتا فايبرز. انما هنا خد بالك الاوائل سي فايبر 90% ولزوم اللوكاليزيشن 10% اي دلتا. طب الاكسون هندخل عن طريق اللاترال ديفيجن اوف ذا بسيروت، بس خد بالك الاي دلتا السريعه الاكسون هيطلع جلوتاميت يشتغل بسرعه بعد فيو ملي سكندز، انما السي اللي هو البين البين يطلع سبستنس بي بتاعت البين اللي هي بتشتغل بعد مش فيو ملي سكندز سكندز اور مينتس، وللاوائل بتطلع شويه جلوتاميت. طيب سكند اوردر نيرون الاثنين في الدورسال هورن بس في السي اللي هي الاهم بتبقى في لامينا 2 و3 سبستنشال انز اوف راندي، هنا 2 و3 انما دي هنقدمها عليها يبقى لامينا 1 اساسا ثم واحد ثم واحد والاوائل اوائل وخمسه. الاكسون بتاعهم هما الاثنين في اللاترال كولم وطالع من السباينال كورد رايح للثالامس، يبقى لاترال سباينو ثالاميك تراكت. ايه دلتا نكملها سهله بقى، الايه دلتا هتروح لل
VPL nuclei of thalamus اللي هو الventromesial nuclei of thalamus حسب الجامعة بتاعتك بتاخد أي اسم، هل ventral posterior lateral ولا ventromesial nuclei of thalamus، ومنها عن طريق sensory addition نروح somatic sensory number 1. دي خلصنا منها. دي أصعب شوية بقى، دي بتطلعش كورتكس 10% بس اللي هم الاي دلتا اللي هيروحوا للventral posterior lateral nuclei of thalamus ويطلعوا للكورتكس somatic sensory number 1. إنما 90% بينتهوا في 3 areas هنا في البرين ستيم. فين؟ في الريتيكولار نيوكلياي اوف ذا برين ستيم، في التكتل، قلنا تكتل يعني غطى تكتل اريا في الميد برين، وبرده في الميد برين حوالين الاكويدكت اوف سيلفياس في حته رماديه فيسموها بيري يعني حول اكويدكتال جري اريا او ريجن. ومنها نروح للثالاموس، ما احنا لازم نروح للثالاموس ثيرد قلنا اليوم، بس انهي ثالاموس بقى؟ مش اللي بتطلع بكورتكس، مش الفنترو، مش الفنترال لاترال، مش الفنترال بوستيرور لاترال نيوكليس اوف ثالاموس، مش الفنترو بيزل. هنطلع للنون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي اللي هم اثنين، انترا لامينار وفنترو لاترال، انترا لامينار وفنترو لاترال، وحته الثانيه زي الهيبوثالاموس والبرين سنترز. ده الاجابه النموذجيه ان البين اللي احنا شغلتنا بين اساسا عنده تو فايبرز سي ثم سي ثم سي اللي ما بتطلعش الكورتكس في الحيوانات الاقل تطورا، يبقى دي البيليو القديمه. وايه دلتا اللي بتروح الكورتكس، والكورتكس ده ما اتكونش غير في الجداد، يبقى دي النيو سباينو ثالاميك. طيب نقول شويه نوتس بقى. البين باثواي جيفز برانشز تو، بتدي برانشز لاربع حاجات كل واحده لها اهميه الحقيقه. اول برانش بيروح للانتير هورن سيلز، تير هورن سيل دي هتحرك العضلات، دي بتعمل الويدرول فليكس ويدرول فليكس، لما بتتالم بتسحب ايدك او تسحب دراعك، يبقى في برانش هنا راح للانتير هورن سيلز حرك الايد بعيد عن مصدر الالم فليكس ويدرول. وده يبقى تابع مين لطالب ذكي؟ ده تابع الاي دلتا اللي لازم يحصل بسرعه، اسحب ايدي بسرعه فربنا خلاه تابع الاي دلتا. طب البين امبلس قلنا بعضها بيروح للكورتكس، اللي بيروح للكورتكس ده بيدي البين كواليتي، تحس بالظبط نوع البين ايه وفينه. طب بعد كده عندنا بنروح للريتيكولار فورميشن اللي هي بتودي قلنا للنون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي. انت عارف هو ليه سموها نون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي؟ الريتيكولار فورميشن يا اولاد ده شبكه الكهرباء بتاعه البرين ستيم، ده بيكهرب حته في الثالاموس اسمها نون سبيسيفيك. عارف ليه سموها نون سبيسيفيك؟ لانها بتروح لكل الكورتكس، لكل الاريا بتاع الكورتكس، وتعمل اراوزال رياكشن. يعني انت اما قرصك غير انك حسيت الالم وغير انك سحبت ايدك، لو كنت يعني نايم شويه كده بتقوم اراوزال رياكشن. يبقى مين الامبلس يعمل اراوزال رياكشن؟ اللي بتروح للشبكه الكهربائيه اللي هي ارتيكا فورميشن، ومنها للنون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي. ليه سموها نون سبيسيفيك؟ لانها ما بتروحش للسبيسيفيك اريا في الكورتكس، تروح لكل الارياز تعمل اراوزال رياكشن. وبعدين بنروح للهايبوثالاموس تعمل اوتونوميك رياكشنز، ان انت مع البين ممكن يشتغل السمباثاتيك او يشتغل البارا سمباثاتيك، يحصل تغير في الهارت ريت وفي الارتيريال بلاد بريشر، قلناها مع السيركوليشن العام الماضي. يبقى دول الاربعه برانشز اللي بيروحوا من البين باثواي. يبقى تحت خالص انتيريور هورن سيلز عشان تشغل العضلات عشان تسحب ايدك فليكسوس درول، وفوق خالص سيربا كورتكس برين كواليتي. ما بينهم في اثنين ريتيكو فورميشن، ومنها للثالاموس ثم هايبوثالاموس. ريتيكو فورميشن لاني حته في الثالاموس اللي بتتصل بكل الارياز النون سبيسيفيك، فعشان كده بتعمل تيقظ اراوزال رياكشن، والهايبوثالاموس اللي بتعمل اوتونوميك رياكشنز. طيب لاوائل اوائل اوائل، طيب قال لي عندك حاجات نفحصها تاني كده عشان يعني يبقى قفلناها تماما ام اس كيو كله حسب كل الجامعات وورد وايد؟ قلت له اه. في الفاين سنسيشنز غير الخمس نقط الاساسيه اللي هو الريسبتور كابسوليتد والفيرست اوردر نيورون دورسال روت جانجليون، احلى دندرايت اي الفا واي بيتا، واحلى اكسون هندخل من الحته الحلوه ميديال ديفيجن نعمل جراسيلس اند كونييت نيوكلياي، سكند اوردر نيورون جراسيل اند كونييت نيوكلياي في المظله فوق كروسنج فوق يعمل الميديال مينيسكس، ومنها لل بي في ال نيوكليس اوف ثالاموس، ومنها عن طريق سنسوري اديشن سوماتيك ان سنسوري نمبر 1. حلو خالص كده. طالب قال لي عندك حاجه تانية تضيفها لي؟ قلت له عندي ثلاث نقاط نوتس لاوائل الاوائل الاوائل. واحد، ان
الميديال ديفيجن ده غير انه بيعمل الجراسيلان كونيت في معاه جنبي فايبرز مور لاترال بتروح للوكال نيرونز هنا في السبانال كورد. يعني غير انها عمل الجراسيلان كونيت طلع للجراسيلان كونيت نيوكلياي سكند اوردر نيرون فوق ادى مور لاترال برانشز للوكال نيرونز في السبانال كورد. هنا تعمل ايه بقى دي؟ تعال نشوف اهي. يبقى لوكال نيرونز الاكسون بتاعتهم مور لاترال، حتى حلوه لوكال بالال الاكسون مور لاترال. تعمل اتي السباينال كورد ريفلكسز، ان انت حتى ملمسك كده ممكن تروح ساحب ايدك يبقى سباينال كورد ريفلكس. تطلع عن طريق السيريبيلم سباينو سيريبيلر تراكس ما تحسش حاجه، بس السيريبيلم ده مهم في الكوردينيشن في ضبط الجسم، دي تاني حاجه. وبعدين جزء كبير منها بيدخل الدورسال كيرون تاني يعني مع الفايبر الاساسيه. يبقى اللوكال نيرونز الاكسون معظمها بيدخل تاني مع الدورسال كولم، وجزء يعمل ريفلكسز سبان كورد ريفلكسز، وجزء يروح للسيربيلا من سبان سيربيلا تاني. دي اول نوت في الفاين سنسيشن. في لسه اتنين تانيين لاوائل اوائل. طالب قال لي طب قولهم لي مين هم الاتنين تانيين دول. هقول مين هم بقيهم حالا. ان الدورسال كولم دي بتاعت الفاين سنسيشن يا اولاد. دورسال كولم ميديا ليمينيسكاس باثوي. مين بينضم مع الميديا ليمينيسكاس؟ ناس بنفس الاهميه اللي هم الفايبرز اللي جايبين السنسيشن من الهيد. اهم احساسات يا اولاد هي اللي من الهيد، بتمشي مع الفاين اللي جاي من احنا من الجسم سوماتيك. الفاين هيمشي معاه بتاع الهيد اللي هو جاي عن طريق الترايجيمينال نيوكليس. بيبقى فيه تو نيوكلياي في حاله الهيد بيجيبوا الاحساسات اللي هم الميديا مين سنسري نيوكليس وميزينكيفاليك نيوكلياي في ترايجيمينال نيرف. الترايجيمينال نيرف ده سنسري نيرف اوف ذا فيس، عنده تو نيوكلياي بيجيبوا الاحساسات مين سنسري اند ميزينكيفاليك نيوكلياي. الاكسون بتاعهم بيمشي مع الميديا ليمينيسكس، يعني الميديا ليمينيسكس ده ماشي معاه الفايبرز اللي جايبه الاحساسات عن طريق الترايجيمينال نيرف من الهيد. طب حاجه تاني جميله انه من كتر النظام في الفاين سنسيشن في سوماتو توبيك اورجانيزيشن، في تنظيم مكاني رائع. تعال اتفرج هنا الفايبرز اللي جايه تحت من الساكرال بتمشي مور ميديالي، وحتى فكر فيها ما ينفعش غير كده. واللي جايه فوق من السيرفايكال بتمشي مور لاترالي، يعني من الساكرال كورد ار بوزيشن موس ميديالي اهي. وده سؤال ام اس كيو. ومن السيرفايكال بتبقى بوزيشن مور لاترالي. والكلام ده على فكره مش بس في السبانال كورد، ده اول ذا واي في الثالاموس وفي الكورتكس اللي مور ميديالي هو اللي جاي من تحت من الساكرال كورد، انما المور لاترالي جاي من السيرفايكال كورد. ادي الثلاثه نوتس بتوع الدورسال كولم. لك انت ان في برانش هنا بيروح للوكال نيورونز بيعمل ثلاث حاجات، بيعمل ريفلكسز سباينال سيربيلر تراكس، لكن معظمه بيلتحق ثاني بالدورسال كولم. وان ثاني نوت ان مع الميديا ليمينيسكاس بيبقى فيه الفايبرز بتاعه الهيد اللي جايه عن طريق الترايجيمينال. وبعدين الاورجانيزيشن السوماتو توبيكال اورجانيزيشن هايله، ان هو الساكرال بيبقى مور ميديالي والسيرفايكال بيبقى مور لاترالي، وحتى هذا الكلام موجود في ثالاموس والكورتكس. طيب طالب قال لي انت عاوز تقول لنا حاجه تاني عن الفنترولاترال سباينو ثالاميك باثوي؟ قلت له اه عندي حاجه عاوز اقولها لك. احنا قلنا يا اولاد ان الفايبرز بتاعت السكند اوردر نيورون اللي هي موجوده في الدورسال هورن كان في جزء منها بيروح للريتيكا فورميشن، فاكر؟ وانتهينا حتى في النون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي اللي هم يسموها تاني غير النون سبيسيفيك يسموها سنترال لاترال نيوكليس اوف ذا ثالاموس، فدي قلناها. طب ليه الكلام ده بقى؟ لانه البين هنا بياكتيفيت في هنا غيره بياكتيفيت الكورتكس السوماتو سنسوري كورتكس زي ما قلناها البرايمري سوماتو سنسوري اريا، بياكتيفيت حاجات تانية، بياكتيفيت السنجوليت جايروس. سنجوليت يعني حزامي، امجداله في اللغه يعني لوزه،
بيأكتيفيت الانسولار كورتكس. انسولا يعني جزيرة، عشان كده كلمة انسولين من الجزر، انسولار كورتكس والفرونتال لوب. ليه الكلام ده؟ يعني ليه البين بيروح لحتت كتيرة، بيروح للكورتكس وحاجات تانية؟ لان البين عنده تو كومبوننتس يا ولاد. البين اللي بيروح للكورتكس البرايمري سوماتوسنسي كورتكس ده بتحس بين بس، لكن لا يؤثر في الافكت، في العواطف بتاعتك، في الوجدان، في تفاعلك مع البين. يعني حاسس بين بس، لكن لا لست ان الاكتئاب بسبب البين او الحزن بسبب ان عندك بين ده ما بيعملوش الكورتكس، بيعملوا ستيمولاي اللي بتعمل الكلام ده، بتروح حته تانية خالص، اللي هي بتروح الارتيكا فورميشن، بتروح السنترولاترال ثلاميك نيوكلياي، الفرونتال لوب، الليمبيك سيستم، الانسولار كورتكس. يعني عشان ما نعقدهاش يا ولاد، احساس الالم هو السيجنال اللي راحت للكورتكس، السيجنال اللي راحت لحته تانية زي الليمبيك كورتكس، زي الريتيكا فورميشن، زي الثلاميك نيوكلياي، هي دي اللي بتخليك بتتفاعل مع الالم بطريقه ما، تختلف من شخص لشخص. في شخص في الاخر يحصل له اكتئاب، في شخص يصرخ، في شخص ينتحر من كتر البين. فسربرايزنج ان البين سيجنالز اللي بتروح الكورتكس لا تؤثر في الوجدان، في الافكت. اللي بتاثر في الافكس في الباقي اللي هي ما بتروحش الكورتكس، اللي هي سوماتيك سنسو اريا نمبر 1، بتروح كورتيكال ارياز ثانيه زي السنجوليت، زي الانسولار كورتكس، او بتروح الثالاموس، او بتروح الريتيكا فورميشن، او بتروح الفرونتال لو، لكن مش السنسو اريا. هي دي اللي بتاثر في الوجدان، وقلنا دي حاجه مهمه جدا، لان هذا التاثير في الوجدان قد يؤدي الى اكتئاب، قد يؤدي في الاخر الى، في بعض العيانين ربنا يعني يكون معاهم، بينتحر بعض العيانين. ده خطا، لان عندنا حاجات هنشوفها دلوقتي تقلل البين. ده الباثويز، الكلام الجديد قلته لكم كله، والتو كومبوننتس اوف بين اهي قلناها. ولا تنسى النقاط الاساسيه يا اولاد. لو ما عجبكش الديتيلز، يعني مش كل واحد عنده مقدره انه يعرف ساتش ديتيلز، فليه الطالب اللي هو بيدور بس على انه يجيب جيد جدا او امتياز يستيك للنقاط الخمسه الاساسيه في اي باثوي، ان هو الريسبتور والسنتر والثري اوردر نيرون. وسهله، الريسبتور كابسوليتد وفري نيرف اندنجز، ما تنساش تتكلم على الدندرايت والاكسون، الفايبرز الاحسن للفاين، الفايبرز الاقل للكرود، والاكسون المدخل الامن ميديال للفاين، المدخل الاقل امانا لاترال للكرود. سكند اوردر نيرون لو بتتكلم على ناس تعبانه كرود سنسيشن هيبقى في السباينال كورد في الدورسال هورن سيلز، انما في الفاين هيبقى في المدلة غراسيلا الكوني. وبعدين انت وانت ماشي في البرين ستام بتعمل المينيسكس، الجراسيلان كونييت تراكس اللي هم كانوا في الدورسال كولوم الامن يبقى برضه في البرين ستام وفي الميديال، ميديال المينيسكس. انما اللاترال والفنترال سباينال ثلاميك تراكس بيعملوا السباينال المينيسكس. الثيرد اوردر نيرون في الثلاموس عموما. لو حضرتك فايبرز مايلينيتد هتطلع الكورتكس سوماتيك سنسو اريا نمبر 1 اللي هي برايمري سوماتو سنسو اريا. لو حضرتك زي البين سي فايبرز معظمها ما بتطلعش كلام الكورتكس، ما بتروحش كورتكس، يعني ما بتروحش الفنترال بوستيرور لاترال نيوكلياس والثالاموس الفنترو بيزل. انت بتروح النون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي، بتروح الارتيكا فورميشن. وقلنا الفايف حاله البين فايبرز بتطلع الكورتكس هي اللي بتديك احساس الالم، انما الوجدان العاطفي مع الالم ده حاجه تاني خالص، ملوش دعوه بسوماتيك سنسو نمبر 1. دي دعوه بحتت تانيه في كورتكس، الفرونتال لوب، سنجوليت، انسولار، نون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي، انما ملوش دعوه. دي حاجه ودي حاجه، وهنوريها لكم دلوقتي حاجه جميله جدا، انها ممكن اخليك متالم بس يعني مش متضايق من هذا الالم خالص، لا ديبريست ولا هتنتحر. هنشوف دلوقتي. طيب نيجي سؤال تاني في سنسيشن، عارف محاضرات طويله شويه بس انت يعني بتسمع، انا هقول محاضره طويله وانت تتخيلها بقى، تبقى تقطعها وانت بتسمع، شوف هتعملها ازاي. طيب نيجي لل سوماتوسنسيك ارياز،
ده لوحده سؤال مهم جدا. وزي ما بقول انا في المحاضرات اللي هي بتاعت الكراش كورس دي اكثر يعني تجديدا، يعني لازم اقول معلومات جديده، مش اعيد نفس المحاضرات اللي قلتها العام الماضي، لا لازم في على الاقل 15% معلومات جديده. سوماتيك سنسوري ايرياز، راجل جيرمان اي ثينك اسمه برودمان، وطلع من كلمه مان يبقى من غير ما نفكر يبقى جيويش يهودي اللي هم بيسموا مان، في سنة 1909 قسم السريبرال كورتكس القشرة المخية، دي معلومات عامة، حسب الهيستولوجي حسب الهيستولوجيكال ديفرنس الى 52 ارياز، 1 2 3 لحد 52. يبقى التقسيمة دي عملها برودمانز في سنة 1909 حسب الهيستولوجي قسمه 52 اريا. طيب احنا عندنا في اخدود هنا عميق بيقسم الكورتكس لحتتين اسمه سنترال سالكس، قدامه الموتور وراء السنسوري، وبرضه وحدانيه الديزاين تؤكد وحدانيه الخالق. انت لو بصيت في السباينال كورد هتلاقي اللي قدام انتيرو هورن سيلز موتور، اللي ورا في الدورسال هورن سنسوري، يبقى ده برضه وحدانيه الديزاين تؤكد وحدانيه الخالق. هنا عندنا الارياز مفروض يقول لك ان في ثلاثه اريا، في سوماتيك سنسو اريا نمبر 1 اهي نمبر 1 سوماتو سنسو اريا نمبر 1، دي مور اكستنسيف دي الاكبر ودي المور امبورتنت، وفي سوماتيك سنسو اريا نمبر 2 اهي، لولا ان البادي بريزنتيشن مختلف في الاثنين، تخيل كانوا خدوها كاريا واحده مكتوب كده في التكست بوكس، لولا ان التمثيل المكاني للجسم هنا غير هنا كنا اعتبرناهم اريا واحد. على اي الاهم هو سوماتيك سنسوري اريا نمبر 1 دي المور اكستنسيف مور امبورتنت. وبعدين في اريا بقى اسمها سوماتو سنسوري اسوشيشن اريا، اهي سوماتو سنسوري اسوشيشن اريا. نبتدي، ممكن يجي لك السوماتو سنسوري ارياز الثلاثه مع بعض، ممكن يجي لك نمره واحد لوحده او نمره ثلاثه لوحده. سوماتو سنسوري اريا نمبر 1 اللي هي سوماتو سنسوري اريا نمبر 1 اللي هي بيسموها برايمري سوماتو سنسوري كورتكس، يبقى ليها اسمين، سوما يعني جسم، سنسوري الاحساسات الجسم، الاريا رقم 1 او البرايمري الاساسيه سوماتو سنسوري كورتكس، دي مور اكستنسيف ومور امبورتنت. اللي هي السايت حسب الراجل اللي اسمه برودمان واخد انهي ارياز، اربعه ارياز، واحد واثنين وثلاثة. واحد يقول لي انت قلت اربعة بس هم واحد اثنين ثلاثة، اصل ثلاثة دي بيقسموها لأوائل الأوائل لأ A وB، حتى A دي مثلا، ودي بقى للزملاء الأصغر سنا أنا متأكد إن يعني ما حدش هيسألكوا فيها، دي بتاعت البروبريسبشن، إنما B بتاعت التاتش بياخدوا الإحساسات. فحسب برودمان هي ثلاثة اثنين واحد، إنما هم أربعة إيريز إن ثلاثة فيها A وB. إنما السؤال اللي بيجي أهم بقى، سوماتيك سنسوري نمبر 1 موجوده في البوست سنترال جايروس في الباراتال لوب، اهي اللي انا بشاور عليها دي ورا السنترال سالكس، يبقى بوست سنترال جايروس. طبعا جايروس معناها تلفيف في اللغه، لو عاوز اصل احب العربي اصله تلفيف، يبقى موجوده في البوست سنترال جايروس في الباراتال لوب، او ادي الباراتال لوب في الانتيرور هاف اوف باراتال لوب، ساعات يجيبوه كل دي صح، كل ده على السايتس. انما اشهر سؤال بيجي اللي هو البوست سنترال جايروس في الباريتال لوب او في اريا 3 2 1. طب نيجي سباتيال اورينتيشن تؤكد انه وراء الخلق خالق. اول حاجه احنا قلنا الاحساسات بالكروس، يبقى كروس يعني الناحيه اليمين من الجسم بتتحس في الكورتكس الشمال والعكس بالعكس، وما بزهقش الناس التوب الاحساسات الفاين عملت الكروسنج في التوب في المظله، الكروت سنسيشن عمل الكروسنج برضه بس عمل الكروسنج في السبان كور. الجسم محطوط ابسايد داون يعني ممثل راسك تحت ورجليك فوق ابسايد داون. هنا برضه انا بحب تامل خاص بيا يؤكد انه وراء الخلق خالص، هنا راسي وهنا رجلي، حتى ساعات هنا يجيبوها سؤال اصعب شويه، يعني الراس هتبقى داون هنا ولاترال بالنسبه لو خدت دي كده،
رجلين هتبقى up and medial. ساعات تيجي كده. هو ليه ربنا قلب الجسم؟ فكر فيها. بسبب الجاذبية أنا ماشي في الشارع، واحد وقع حاجة من علو، يبقى أكثر حتة قابلة لأنها تبوظ هي الحتة دي. فعشان كده ربنا ما حطش فيه أهم إحساس بتاعة الهيد. يعني حتى ما بنقابل بعض إحساسات السنسيشن ساعة الهيد دي مهمة جدا. فربنا حط الهيد اللي هو المكان الأهم في المكان الأأمن. قاعدة يعني، هل دي مصادفات؟ ان في الاسبان كورد لقيه حط الاحساسات الفاين في الدورسال كولم، نيجي ربنا يمثل الجسم الحته الاهم هي الفيس او الهيد، يحطها في اللور بارت، وخد بالك هي لور والبره، وهنا الليج اب اند ميديا اللي ساعات بيجيبوها، لان اي حاجه هتقع عليك هتكسر الحته دي، صعب قوي حاجه تيجي هنا بفعل الجاذبيه. وبعدين الرائع ان البرزنتيشن ديبندز على الـ importance، على الفانكشن. شوف اهو، يبقى الاريا proportion to the number of receptors، يعني الـ use of the part. فأكتر حتة واخدها الليبس، أكبر حتة، حتى أقولها لك عشان بطريقة فيها مزاع عشان تفتكرها، مش يقول لك دي عم انت بق يا أخي، تصدق كلمة صح، البق واخد أكتر حتة. ليه؟ ما أقول لك حاجة، احنا طول النهار بنعمل ايه؟ فكر دلوقتي انا بعمل ايه؟ عمال اتكلم، اكتر حته بستخدمها في جسمي هي الليبس، فده يدل على ان وراء الخلق خالق ربنا ادى الجريت سكيل. ذن الفيس. طب نيجي بعد كده اشغل ايدي، يبقى نبتدي بالايد، مين اهم حاجه في ايدي؟ ايه الروعه دي؟ الثم، ده اهم صباع، ده لو اتقطع ده الايد فقدت وظيفتها تماما. اهم من بقيه الفينجر، يبقى الثم ذن الهاندز، يبقى في الفيس اللبس الاول هي اهم حته، وبعدين بقيه الفيس، في الهاند الثم الاول، وبعدين بقيه الهاند. ومين الحتت الممثله بحتت صغيره بقى؟ اللي هو اللور ليمز والترانك، واخدين سمول ارياز اهو، حتى شوف رسمها لك، الهيد كبيره قوي واكتر حته اللبس، وهنا الهاند كبيره قوي واكتر حاجه فيها الثامبس اهي، انما اللور ليمز والترانك واخده حتت قليله. خد بالك يعني ده ايه العظمه دي في الخلق؟ ايه ربنا قلب، حط الهيد تحت والليجز فوق، لكن نفس الهيد تحت خلاص حميناه حاطينه تحت، مفيش حاجه هتقع عليه من فوق، ربنا عدله معدول. طب نيجي النقطه الثالثه، الاورجانيزيشن يا اولاد. سبحان الله، برضه وحدانيه الخلق تؤكد وحدانيه الخالق. انه فاكر في السباينال كورد في الدورسال هورن كانوا كام لير؟ كانوا 6 لايرز. هنا برضه في السريبرال كورتكس لو خدتهم من فوق لتحت من سوبرفيشال تو ديب، تلاقي 6 لايرز اوف نيورونز من 1 لحد 6 الديبست. الانكومينج سيجنال السنسو سيجنالز تدخل تملي في اريا رقم 4، يعني 4 و4 دي توزع. وعلى فكره شوف مين يفتكر، حتى في الفيجن في السبيشال سنس ندخل 4، وحدانيه الديزاين تؤكد وحدانيه الخالق. عشان كده بقول يا اولاد، الايمان لا يؤدي الى الهدى فقط، ولكن يخليك تعلم اكثر، تتعلم احسن وراء الخلق خالق، والعلم يخليك تؤمن بوجود الله. دول برضو للزملاء الاصغر سنة، مش مهم يعني انتوا تقولوهم قوي. لير 1 و2 بتريسيف النون سبيسيفيك سيجنالز فروم ذا لوور برين سنترز. طيب لير 2 و3 تبعت بقى، مش تريسيف، تبعت للاوبوزيت سايد اوف ذا برين، لان انا لازم الاحساسات على الناحيتين يبقى في ما بينهم اتصال. يعني بديك مثال، مثلا انا ماسك جسم بايديا الاثنين، لازم ابقى في تفاعل، حتى لو انا مغمض عينيا ابقى ماسكه بايديا الاثنين في الاخر اعرف ده ايه. يعني لازم يبقى مش كل نص على حده، فلير 2 و3 بتبعت للاوبوزيت سايد اوف ذا برين. وبعدين لير 5 و6 سينز برضو اكسونز، بس للديبر لير اوف ذا برين زي البيزال جانجليا دي اشهرهم، والبرين ستيم والسباينال كورد. ما تحفظش ده قوي يا اولاد، ده انا بقوله عشان الجامعات هنا في جامعات بياخدوها ال6 لايرز مهمه ازاي، لكن لو ما عندكش ما تحفظهاش. 1 و2 تستقبل،
من اللور برين سنترز نون سبيسيفيك سيجنالز. 2 و3 و5 و6 يبعثوا، 2 و3 يبعثوا الاوبوزيت سايد اوف ذا برين، و5 و6 يبعثوا للديبر لير اوف ذا برين زي البيزال جانجليا والبرين ستيم والسباينال كورد. تاني حاجه في الاورجانيزيشن غير ان هم 6 ليرز، الخلايا محطوطه في شكل فيرتيكال كولمز مترصصه جوه ال 6 ليرز، كولم واخد من اول لير 1 للير 6. كل كولم بقى كل كولم يسيرف يخدم سينجل سبيسيفيك سبوت، يعني متصل بنقطه معينه في الجسم، سينجل سبيسيفيك سنسوري سبوت، ويستقبل سبيسيفيك موداليتي احساس واحد، يعني احساس يستقبل كل كولم احساس واحد من نقطه واحده في الجسم. ايه الروعه دي؟ ده الاورجانيزيشن، ده في جامعات كتيره مش عليكم يا اولاد، يعني لو الاورجانيزيشن ده ممكن تفوته، مش كده؟ حتى كاتبوا لك بالجامعة في بعض الجامعات، بس انا بشرح لكل الناس. ايه الفانكشن؟ سوماتيك سنسور اير نمبر 1 كان بتاخد ايه؟ بتاخد المايليتد فايبرز اللي هم بتوع ايه؟ بتوع الفاين سنسيشنز، فاكرهم الاربعه، فاين تاتش، فاين بريشر، فايبريشن اند بروبيسبشن. طب وفي البين كان البين عندنا سيس ومسيس ومسيس، وما ايه دلتا بتاع الفاست بين، بتاخد الفاست بين، السي ده بتاع السلو بين، الباليو القديم، ان هي بتاخد النيو ده، هو سموه نيو سباينو ثلاميك لانه بيروح الكورتكس الجديد. وبقى التمبريتشر ديسكريميشن، احلى حاجه في التمبريتشر فيها ديسكريميشن، التمبريتشر فيها اي دلتا فايبرز. طيب تعال نشوف لو عملت بايلاترال ليجن بقى، يعني شلت السوماتيك سنسوري نمبر 1 او البرايمري سوماتو سنسوري كورتكس على ناحيتين، ايه اللي هيحصل؟ طبعا ده يبقى مفيش كورتكس، يبقى the person is unable to localize discreetly a different sensation in different parts of the body. احنا قلنا احنا بنطلع الكورتكس اساسا ليه يا اولاد؟ عشان نميز المكان. يبقى لو شلت هيبقى حاسس كل الاحساسات بس مش عارف هي جايه منين. طب ليه حاسس كل الاحساسات؟ لان في الثالامس، قلنا في اللور انيمالز كانت هي الهاي سنتر، في سنتر بس سنتر مش متظبط. يبقى the person is unable to localize discreetly، أي بدقة the different sensations. However localize crudely، طبعا lower forms of animal بتlocalize بس مش بدقة crudely. يعني يديك مثال، يعني تقول مثلا لو شلنا لك الكورتكس على ناحيتين، ان الألم ده جاي من ال particular hand، ايدي اليمين او ايدي الشمال، لكن ما اقولش منين بالظبط في الايد، جاي من الترانك اوف ذا بادي، البادي ترانك. طب هنا بتحدد عن طريق مين؟ ده اثبت لنا بقى ان يبقى 100% الثالامس والبرين ستيم بيعملوا نوع من انواع التحديد. طيب لو شلت لك السوماتيك سنسوري نمبر 1 على ناحيتين، ذا بيرسون از انيبل تو، يعني غير قادر، انيبل تو جادج، يعني الكلمه دي قاسم مشترك تقراها مع كل كلمه بس انا عشان اوفر، unable to judge the critical degree of pressure against the body. ما احنا قلنا الفاين في الكورتكس انك بتحس لحد 100 ديجري، مش قادر تجادج الكريتيكال ديجري اوف بريشر، مش قادر، وعليه البريشر كان بيساعدنا في تحديد الويت، unable to judge the weights of objects، مش قادر اعرف الاثقال بتاعت الديفرنت اوبجكتس، unable to judge the shape and form of objects اللي هو الاستيريوجنوزيس، عندك يعني لا استيريوجنوزيس، مش قادر تعرف ايه اللي في ايدك ده، unable to judge بنفس المنطق التكشر ماتيريال، هل اللي ماسكه ده صوف ولا حرير ولا قط. يبقى خمس حاجات، يبقى لا انت كل الاحساسات مش عارف تحدد اماكنها بالظبط، لكن تقدر تحددها كرودلي، تقول جايه من دراعي بس دراع اليمين او الشمال، لكن فين بالظبط من دراعك لا. Unable to judge، تحفظ 2 مع 3 الكريتيكال ديجري اوف بريشر وعليه الويت مع بعض. Unable to judge، تحفظ 4 مع 5 الاستيريوجنوزيس مع التكشر ماتيريال، الشيب اوف ذا والفورم اوف اوبجكت اللي هو الاستيريوجنوزيس، يبقى استيريوجنوزيس والتكشر اوف ماتيريال، هل هي صوف ولا قطن ولا حرير. However لاحظ بقى pain and temperature هو أهم حاجة في الكرود are preserved، لأن احنا قلنا متشايين أساسا على السي in quality
اللي هي الموداليتي اند انتنسيتي، لكن بور لوكالايزد. وانتوا بس اللي فاهمين، لانه ليه ربنا حط في البين وفي التمبرشر اي دلتا؟ عشان هما المايلينيتد اللي بيطلع الكورتكس اللي بتعمل ديسكريت لوكالايزيشن. البين والتمبرشر هيبقوا موجودين اس كواليتي، عارف نوع البين موداليتي، عارف درجه الالم، لكن مش عارف مكانه. يبقى لو شلنا ده من اهم الاسئله، البايلاترال اكسيجن اوف سوماتيك سنسوري نمبر 1، يبقى مش عارف تحدد اي مكان، تحفظها من واحد لوحدها. مش عارف تحدد حاجتين مع بعض، لا الكريتيكال ديجري اوف بريشر ولا الويت، يبقى 2 مع 3، ولا الاستيريوجنوزيس ولا التكشر ماتيريال. طب مين لم يتاثر غير في اللوكاليزيشن؟ البينو تمبرتشر، لانه معظمهم على السي فايبر ما بيطلعش كورتكس. طب ليه تاثروا شويه في اللوكاليزيشن؟ احنا كعش كده ربنا كان حط معاهم ايه دلتا عشان تطلع كورتكس، وده اللي فهمناه. احنا ما قريناش مع بعض السنسيشن، فهمناها تماما. طيب نيجي لل سوماتو سنسوري نمبر 2 اللي هي عايزين نشوفها كانت فين، نبص عليها. اهي نمبر 2 اللي هي اهي، دي السايت بتاعها حسب برودمانز في اريا 40 اللي هي بيلو اند بيهايند اللور اند اوف سوماتيك سنسوري اريا نمبر 1. اوريها لك اهي. طب كويس، معلش وقعت بس موجوده اهي. يبقى بيلو يعني تحت، وبيهايند سوماتيك سنسوري اريا نمبر 1، يبقى حاجتين لانها مزنوقه تحتها شويه اهو، يبقى بيلو ووراها. بيلو اند بيهايند سيماتيك سنسوري اريا نمبر 1 اللي هي اريا 40. لولا ان لقوا الاسباتيال اورينتيشن مختلفه فيها كنا اعتبرناهم اريا واحده، انما الجسم ممثل تمثيل ضئيل في هذه الاريا. حتى بقولها بطريقه جميله، كانك نايم في الاريا دي. يعني هنا كانك upside down، راسك تحت ورجليك فوق، هنا كأنك نايم. الفيس anteriorly والارمز في السنتر والليجز posteriorly، تمثيل ضعيف. connections بتجمع signals from both sides of the body، من الناحية التانية من ناحيتين في الجسم، من somatic sensory area number one، من other sensory areas even the vision والauditory. فأنا في تصور يا أولاد، وهذا تصور خاص يعني مش عاوز تقولوه، أنا بتصور إن ربنا أما أي إيريا بتجمع، بتجمع بغرض إنها تانتربريت انتجريت المعلومات الانفورميشن. هم لحد دلوقتي قالوا الفانكشن نوت كلير، هي بتجمع من بوث سايدز أوف ذا بادي، من سوماتيك سنسوري إيريا نمبر 1، من أذر سنسوري إيريا إيفن الفيجن والأوديتوري، لكن ما حدش عارف وظيفتها بالظبط، نوت كلير. هاويفر يعني بحثنا في تكست بوكس كثيره، فلقيت كتاب واحد بس كاتب الحكايه دي. هو طبعا نو ابارنت افكت، يعني انت لو شلت سوماتيك سنسوري اريا نمبر 2 مش نمبر 1 مش هتاثر خالص، كان ما لهاش قيمه. لقيت في كتاب واحد مكتوب انه لما جم في البرايميتس اللي هم القرود والغوريلا والأورانجوتان والشمبانزي والحاجات دي البرايميتس، لما شالوا سوماتيك سنسوري نمبر 2 ليه بنتعامل مع البرايميتس؟ تعال بقى الشمبانزي والغوريلا، سيبك من القرود حتى، دول ممكن تتفاهم معاهم شويه، بقى عمرهم زي طفل عنده ساعتين ونص، لان الخريطه الجينيه بتاعت الثلاث حيوانات دول الشمبانزي والأورانجوتان انسان الغابه والغوريلا 97.5 زي الانسان، فعمرهم العقلي كانه سنتين ونص. فما عملوا تجربه عليهم وشالوا سوماتيك سنسوري نمبر 2 لقوا انهم مش قادرين يتذكروا الديفرنس في التكتايل والشيب والتكتشر. يعني ربما هي بتانتربريت وبتحط الميموري بتاعه التاتش، كان الاحساس ايه، وبالتالي تقدر تجيب حاجه زيها مع طعم ما بيتفهموش معاهم بالكلام او الشيب او التكتشر. بس ده كلام مش مؤكد، انما ده الحاجه الوحيده اللي قريتها في احد التكست بوكس. هو عموما السبيشال اورينتيشن بور جدا،
هي مجرد تعتبر الراس قدام رجلين ورا الايدين في النص والكونكشن من كل حته والفانكشنز نوت كلير. نيجي بقى لمهمة سوماتيك اسوشيشن اريا. اولاد حتى من اسمها اسوشيشن بتربط اهي اللي هي باللون الاحمر شايفها اللي هي تبقى ورا سوماتيك سنسو اريا نمبر 1 وفوق نمبر 2 بتعادل السايت بتاعها حسب برودمان اريا 5 و7. بيهايند سوماتيك سنسو اريا نمبر 1 سوماتيك سنسو اريا نمبر 1 واخده النص القداماني في البارايتال لوب دي واخده البوستيرو هاف اوف بارايتال لوب. وبعض الكتب موجوده هنا بيقول انها موجوده في الول اوف لاترال فيشر اللي هو السيلفيان فيشر اللي بي سيبريتس البارايتال من التمبرال من الفرونتال لوبس. يعني ده لبعض الناس مش في كل الجامعات انما اهي الاهم هي يا اولاد الاهم انها تقول انها ورا سوماتيك سنسوري اريا نمبر 1 اهي ورا 1 ودي في الانتيرو هاف اوف بارايتال لوب دي في البوستيرو هاف. في بعض الجامعات يقول لك موجوده كمان في الفيشر اللي بيفصل الثلاثه لوبز عن بعض. خد بالك بقى نفس الفكره زي هناك زي في تو عشان كده تفكير الخاص ان كومباين انفورميشن بتلم الانفورميشن منين بقى من مالتيبل بوينتس من 1 اللي هي كل حساب. طب احنا قلنا الاحساسات اللي جايه عن طريق سي ما بتطلعش 1 سي فايبرز بتروح الثالامس فبتلم كمان من الثالامس ايفن بتلم الفيجوال والاوديتوري ستيمولاي. يعني كل احساس خاص بالشيء. يعني حتى واحد يقول لي طب ايه مثلا فيجوال اوديتوري؟ طبعا الصوت بيساعد على التعرف على الاشياء والفيجن. حتى اقولها لك بطريقه لطيفه جدا تعالى حتى ادي مثال الفيجن. يعني حضرتك مسكت كوره كده ازاي بتعرف ان دي كوره بلياردو؟ طب ما هي كوره عاديه يعني ليه مش كوره تنس مثلا؟ سيبك من حتى اختلاف الشكل حتى لو عملوها بنفس الشكل انها بتبقى تقيله ولما تضغط عليها بريشر خشب يعني مش جواها هواء. وبعدين من ضمن الحاجات الفيجن انها ملونه كوره البلياردو بتبقى ملونه. يبقى كان لازم في اريا تربط كل الاحساس ببعض حتى كده سموها سوماتو سنسوري اسوشيشن ارياز بتربط جابت كل الاحساسات بتاعت سوماتو سنسوري نمبر 1. طب ده المايلينيتد فايبر قلنا الفايبرز العريانه الكورتكس ده بيه محترم قوي ما بيستقبلش اي فايبرز عريانه السي بتروح للثالامس فربط كمان الاحساسات بتاعت الثالامس وايفن فيجن واوديتوري. تعال بقى نتفرج حاجات رائعه فعلا الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرض. الاول نقطه الفانكشنز ثالثه يبقى خدنا السايت خدنا انها بتجمع انفورميشن جمع انفورميشن دي تديك الفانكشن بتديك deeper meaning of sensory information. يعني الاحساسات لها معنى عميق. تعال حتى نقول شويه كلام حب يا اولاد. يعني ولد ماسك ايد ولد حاسس تاتش عامل استيميليشن للتاتش ريسبتورز. بنت خطيبته طبعا مش حد تاني او مش خطيبته مراته عشان ما حدش يزعل ماسكه ايد ولد غير احساس ان في تاتش يعني يبقى مبسوط بالمسكه. في يعني الاحساس ليه مينينج ديبر مينينج اوف سنسي انفورميشن. الولد بيستميت تاتش ريسبتور لما يمسك ايد ولد البنت بتستميت نفس التاتش ريسبتور بس الاحساس مختلف ديبر مينينج. خلاص ما اعرفش بقى لو مراته ماسكه ايده دي هتبقى شكلها ايه. حلوه برضو احساس مختلف بس مش هقول لكم عليه احساس مختلف وبس. وعين انتجريشن اوف سنسي انفورميشنز related to object زي ما قلنا دلوقتي انك بتنتجريت كره البلياردو جامده وتقيله وملونه يبقى في انتجريشن. ده مش بس انها بتنتجريت الاوبجكت شوف بقى اللي جاي اهم يا اولاد conscious picture of position of body in space. يعني هي بتجمع احساسات الاوبجكتس عشان تعرفه واحساسات البادي. تصور كل واحد غير انه حاسس الاوبجكت حاسس نفسه انا حاسس كياني حاسس قد ايه انا بحتل في السبيس. واحد يقول ادينا مثال عشان نفهم ان انا لما باجي داخل من خلال باب في شخص رفيع في شخص اتخن او تخين قوي
من غير ما اقعد ابص لكتافي كده يمين وكتافي شمال والباب، ببقى حاسس بكياني، فاقول الباب ده هيفوتني او المساحه دي هتفوتني او مش هتفوتني. وعارف الليجن وراني العكس، لما بوظ الايريا دي على ناحيه بفقد وبإجنور نص جسمي، ده بتصرف في الحاله اني نص واحد، ادخل من مسافه تفوت نصي. يبقى اذا الايريا دي بس مش بتربط احساسات الاوبجكتس، وتربط احساسات الجسم. فدي مهمه قوي، الكونشس بيكتشر اوف ذا بوزيشن اوف ذا بودي ان سبيس. نقطه رابعه ستيميليشن، لانها بتربط. فما لما تعملها ستيميليشن مش زي سوماتيك سنسوري نمبر 1 تديك الاحساس اللي بتاخده السيل دي، لا ده دي بتربط فبتديك كومبلكس بودي سنسيشنز، يعني احساس معقد. واحد يقول لي ادينا مثال، يعني تصور لما تعمل ستيميليشن سوماتيك سنسوري نمبر 1 لحته معينه بتاعت تقول انا حاسس كاني ماسك سكينه، حاسس كاني ماسك كوره، يعني احساس معقد، فيلينج اوف ان اوبجكت هتحسه لما تعمل سيميش. طب تعال نشوف ريموفال او ليجر اوف وان سايد. يبقى لا انت عارف شكل الاوبجكتس ولا انت عارف شكل جسمك، فيسموا المرض امورفوثنسيس. مورفولوجي يعني شكل، ثنسيس يعني تخليق الشكل. يعني نو مورفو يعني شكل، ثنسيس لا تخليق للاشكال، والمعني الاوبجكتس والبادي زي ما نشوف، مش الاوبجكت بس وجسمك. On the opposite side طبعا، لأن الناحية العكسية الحساب بتكروس. نيجي بالنسبة للأوبجيكتس، Loss the ability to recognize a complex object. ما تمسك أي complex object، فعلا سبحان الله تمسك حاجة زي مفتاح مثلا، طب أنت area 1 سليمة، فيقول لك ساقع ولا سخن، ساقع لأن المعادن ساقع. جامد ولا ضعيف، المفتاح جامد، البريشر شغال جامد. معرج ولا سموس، معرج. طب ايه ده، حاسس كل احساس لوحده لكن ما عرفش اربطهم واقول ده مفتاح، يبقى استيريوجنوزيس، واخبطت شكل الشيء اللي في ايدي، يبقى دي خاصه بالاوبجكت. طيب يبقى loss of the ability to recognize a complex objects and complex forms felt in the opposite side of the body اللي هي استيريوجنوز. نفس كان في البادي، loss most of the sense of form of the opposite half of the body، يعني ناسي نص كل احساسات نص جسمك التاني مش حاسسها. فده يؤدي لايه بقى؟ انت مفروض حضرتك حاسس بان عندك يوجد ذراعان، يبقى تبلي تعمل الشغل بالدراع اللي انت الايه متصل بالاريا السليمه. انما اذا كانت السوماتيك اسوشن اريا الشمال بايظه، يبقى تنسى ايدك اليمين، عاوز تعمل كل حاجه بايدك الشمال، يبقى بتفورجيت اليوز استخدامه فور موتور فانكشن، فورجيت اند اجنور ذا اوبوزيت هاف اوف ذا بادي، مش بس في الاستخدام في الموتور، اجنور يعني بتتجاهل وتنسى النص الثاني، تستحمى تلاقي مركز بتنشف. لو انت بايظه الاريا قلنا الشمال، نص جسمك اليمين نسيت تنشفه، تبص في المرايه يا خبر انا اقدر ما نشفتوش، يبقى اجنورنج. صحته تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. وي نيد اريا تربط الاحساسات من الاوبجكتس وبالبادي. لما تبوظ الاريا دي مش عارف ايه الاوبجكت، حاسس كل احساس لوحده بس ما فيه استيريوجنوزيس، نص جسمي مش شاعر بيه، لا عاوز استخدمه ولا حاسس بيه، واجي اعدي من حته بعدي من حته بتعدي نص جسمي. And when feeling an object recognize only one side of the object. يعني لما تمسك اوبجكت كده انت تو ايريا شغالين بس بيتربطوا، وانا اسالك عليه تلاقي انك بتجاوب فيما يتعلق بالنص اللي رايح للايريا السليمه، لكن النص التاني نسيت كل حاجة عنه. نقطة مهمة يا أولاد، هو ليه ربنا حط الموتور كورتكس immediately قدام السنسي كورتكس؟ يعني اهي الموتور قدام السنسي، لأن نحن نحتاج أن نحس الحركات يا أولاد، بنحسها. أنت ممكن في الظلام بتحرك إيدك وتعرف فين السويتش مفتاح النور وتحطه عليه صح، بنحس الحركات. ففي اتصال ما بين الموتور والسنسي إيريا. لما بتلعب على الكيبورد بتاع
الكمبيوتر قصادك ممكن ما تبقاش باصص خالص وحاسس الحركة وإيدك بالإحساس بتنزل على الحرف السليم. يبقى الموتور كورتكس is informed about the position and the motion senses of the different parts of the body. في حاجتين صغيرين عاوز أقولهم بس أنت فهمت دلوقتي مش هعيدها بقى أنت تعيدها تاني لأن أنا عندي موضوع لسه البين كنترول عاوز أقوله عشان هتتكلم عليها. قلنا السايت والكومبايند انفورميشن من نمره 2 والفانكشنز نمره 3 والاستيميليشن والريموفال. في نقطتين عاوز اقولهم صغيرين. في حاجه موجوده في بعض الجامعات هنا هقولها اعتبرها دي بقى الفقره الترفيهيه. فاكر كنا خدنا سينابتيك بلاستيستي. في حاجه اسمها كورتيكال بلاستيستي يا ولاد. قلنا بلاستيك اللي هي قابليه التغير مسطره البلاستيك ممكن تغيرها. ان النيورونال كونكشن الاتصالات بين الخلايا العصبيه نوت انيت يعني مش فطريه مش قاعده ثابته مش تركيب جمادي ثابت يمكن تغييره كان بي تشينج زي المسطره البلاستيك ممكن تغير شكلها باي اكسبيرينس حسب الاكسبيرينس تو ريفلكت ذا يوز اوف ريبريزنتد اريا وتعكس روحها على استخدام ريبريزنت اريا. واحد قال لي بقى ما تقول لنا انت قلت هتسلينا شويه ما تسلينا في الحته دي فهمنا ايه القصه دي. ابتدي بالسنسوري كورتكس. تصور ان صباعي ده ادي قلنا الصلب واخد الاريا دي في الحته دي. طيب افرض ان انا حصل لقدر الله امبيوتيشن في الصلب قطع الصلب الاريا دي يبقى ملهاش لازمه ما هي خلاص الصنب بتاعها مش موجود. لا بدل ما الصباع اللي جنبها بيروح للاريا اللي جنبها يروح للاريا اللي جنبها ونفس الاريا بتاعت الصنب فيبقى الاحساس احسن. انا فقدت الصنب ما فقدوش بالاريا الاريا تاخد الصباع اللي جنبه ولا عكس بالعكس. لو انا بوظت الاريا بتاعت الصباع ده طب يبقى الصباع ده اي احساس فيه مش حاسه لا يروح للاريا بتاعت الصباع اللي جنبه. ايه الروعه دي؟ يبقى مش عشوائيه اللي بتخلق قوه عاقله نسميها الله. تفقد صباع الاريا بتاعته تستخدم لصباع اخر. تفقد اريا الصباع يروح للاريا التي لم تفقد. عاوز اكتر؟ طالب قال لي ده الكلام ده مش بس في الكوتينيوس سنسيشن ده حتى تصور حاجه غريبه جدا. انت لو شلت الليمب تماما احنا قلنا اكتر حاجه في الليمب هي مين الاريا بتاعت الهاند خصوصا الثامب. طب دي هتعمل ايه بقى ما خلاص الدراع ده اتشال يبقى ما الحته دي ما لهاش لازمه. لا تاخد الفيس تاني حاجه في يعني او حاجه مهمه تانية تبص تلاقي انها يعني لا تحس احساسات الفيس فالفيس يبقى عنده اريا اكبر. واحد قال اديني اكتر. ده مش بس في الكوتينيوس سنسيشن الكورتيكال بلاستيستي ده ايفن في الفيجن والهيرنج. تباص حته في العين طب الاوكسيبتال كورتكس اللي بتاخد النقطه دي هتشتغل ليه ما الحته المتصله بيها باظت. تبتدي تبقى حساسه للايت سترايكس اذر بارتس يعني حته جنبها تستخدم الجزء بتاعها والجزء بتاع الحته اللي فقدت. واحد قال اديني اكتر. طب باظت العين تماما يبقى الفيجوال اريا وظيفتها ايه؟ تصور سبحان الله يعني الشخص الاعمى يستخدم الفيجوال اريا للاوديتوري والتكتايل فيبقى اكثر حساسيه من الشخص المبصر للسمع. وشوف حتى الاختيار ربنا التكتايل لان ده التاتش ده زي ما بيقول بنعتبره من الحواس الخمسه يا اولاد من اهميته. الناس يقولوا سبيشال سينسز اربعه فيجن هيرنج سميل اند تيست احنا نقول الحواس الخمسه التاتش. وفهمت ما مبعثها؟ يبقى في الشخص الاعمى استغلت الفيجوال اريا ابتدت تدي تستجيب للاوديتوري والتكتايل ستيمولاي فيبقى الشخص ربنا عوضه عنها بانه اكثر حساسيه للسمع والتاتش. والعكس بالعكس شخص دف ما بيسمعش طب الاوديتوري اريا تعمل ايه؟ تصور تستغل من قبل الفيجوال اريا فيبقى اكثر تنبها لاي حركه في الفيجوال فيلد. شيء رائع يا ولاد.
هذا يدل وهبكتبها في مقالة الكورتيكال بلاستيستي انه وراء الخلق خالق. واحد يقول لي لا قوة عشوائية، عشوائية ليه؟ هو كم واحد فينا بيقطع له صباع؟ ايه تعارض ده مع الحياة؟ زي هي فكرة العشوائية بقى وانها حاجة تخدم الحياة تبقى موجودة تتعارض مع الحياة يبقى يحصل لها ازاحة، ما فيش كان فارغ زي كده. هنا قوة عاقلة استخدام امثل للجسم، ملوش علاقة بانك هتحيا ولا مش هتحيا. قطع صباع ما مش هيؤثر، بوظان اريا الحتة قد كده مش هتؤثر. طب بس الصباع ده ما بقلوش لازمة، لا يستغل في اللي جنبه. ايفن العلاقة ما بين الفيجن والهيرينج، واقول لكم حاجة هجيلها اكتر، في كورتيكال بلاستيستي ايفن في الموتور يا اولاد، في الموتور كمان. طيب في حته ثانيه كنت عاوز اقولها لكم، اللي هي حاجه اسمها للساور ستريك، برضو تؤكد ان وراء الخلق خالق. اللي بالنسبه للبين والتمبريتشر، انه الفيرست اوردر نيورون اهو الاكسون بتاعه، قلنا انا اسف بس الرسمه فيها خطا، المفروض النيورون دي تبقى الناحيه الثانيه السكند ناحيه. طيب فدي نعملها بطريقه سهله، نعملها بطريقه بس مرسومه صح. اسف الرسمه صح، انا رسمتها صح. اهو الفيرست اوردر نيورون ده، السكند اوردر نيورون قلنا بيحصل عنده كروسنج في السباين كورد يروح الاوبوزيت سايد. ان الفيرست اوردر نيورون ما بيروحش للسكند اوردر نيورون بتاع نفس الليفل، انما بيطلع عن طريق حاجه اسمها للساور ستريكت سبيشالي. شوف حتى الروعه في الابر هاف اوف ذا بودي، اللي هو الاحساسات فيه اهم من اللور هاف، يعني الساور ستريكت ده اهم في الابر هاف منه في اللور هاف. فيكروس يروح، يعني الفيرست اوردر نيورون يطلع الاول في تراكت صغير اسمه الساور تراك، ويسينابس مع السكند اوردر نيورون في مكان اعلى، وبعدين يعمل كروسنج، وهكذا الثاني، وهكذا النيورون الثالث. كل دول فيرست اوردر نيورون ما بيعملوش ريلي مع الاوردر نيورون اللي في نفس الليفل، كل واحد بيطلع ليفل اكتر. لو واحد يقول لي ايه قيمتها دي؟ تثبتنا وراء الخلق خالق، الحفاظ على الاشياء. لو انا حضرتك حصل لي اتقطع نص السباينال كورد وبالتالي التراكت اهو هنا، ما فقدش الاحساسات على الاوبوزيت سايد ابتداء من نفس الليفل، لا. يبقى ليه؟ لانه الفيرست اوردر نيورون اللي على نفس الليفل ما لو كان بيودي للسكند اوردر نيورون على نفس الناحيه كان باظ، ده بيودي فوقيه، يبقى ده سبيرد ما تاثرش. ايفن اللي تحته بشويه طلع وسبيرد، طلع فوق القطع، مين اللي تاثر بقى؟ ثلاثه اهو، بس ده اتقطع، واربعه. يبقى القطع عند هذا الليفل في السبان كورد، التراكت اتقطع عند هذا الليفل، انما الفقدان حصل عند ليفل اوطى. اهي. الفقدان حصل عند ليفل تحته، يبقى وسبيرد في حته واحد واثنين اللي هم قصاد القطع، لو كانوا عملوا لو كانوا راحوا للسكند اوردر نيرون اللي قصادهم على طول وطلعوا كان الاحساس فقد هنا، لكن ده هم بيطلعوا عن طريق الستار ستراك لسكند اوردر نيرون في مكان اعلى. ليه؟ عشان لو اتقطع التراكت يبقى الواحد اتنين دول سبيرد، التراكت بتاعه ما اتقطعش، اللي اتقطع بتاع تلاته واربعه. فتملي فقدان الاحساس يحصل ات لور ليفل، يبقى احنا حافظنا على حته اهي. ايه العظمه دي؟ قول لي دي تتعارض ايه مع الحياه؟ كم واحد هيتقطع له السباينال كورد؟ انما قوه حكيمه قادره مقدره نسميها الله في الستار تراك. وايه الستار تراك ده؟ يشتغل مور افيشنسي في الابر هاف عنه في اللور هاف. ليه؟ لانه في الابر هاف احساسات الجزء العلوي في الجسم، الايدين والوش والحاجات دي، والابر هاف اهم من اللور هاف. ده الستار تراك في الـ في الـ في الـ في الكروت سنسيشنز، في البين على وجه التحديد، لانه اهم حاجه في كروت ان الفيرست اوردر نيورون ما بيعملش ساينابس مع السكند اوردر نيورون ات ذا سيم ليفل، ده بيطلع فيو سيجمنتس عن طريق الستار تراك وبعدين يريلي مع السكند اوردر نيورون في مكان اعلى. فلما تقطع هنا واحد واثنين سبير،
يبقى ما فيش فقدان خالص في الاوبوزيت سايد على نفس الليفل، لا ده بيلو ده ليفل بفيو سيجمنتس، 3 و4 اتاثر لهم تحت. طيب نيجي بقى لموضوع صغير ولكنه مهم جدا، هو البين كنترول. تعال نشوف يا ولاد، ربنا سبحان الله يعلم، دي برضو يدل على انه وراء الخلق خالق، ان اكتر احساس بيؤلمنا هو الالم. ده شيء رهيب، بدي وظيفتنا تو الليفيت بين، ان احنا نشيل الام المرضى. فتصور ربنا عمل حاجه في الجسم اسمها بين كنترول سيستم، سيستم وظيفته يقلل من احساس الالم، لان قلنا حتى الالم كنا قلنا في التو باثويز اللي بيروح الكورتكس ده اللي بيديك الكواليتي اوف بين بس، انما الافكت الوجدان والعاطفه والقرف بسبب البين الذي قلنا يتراوح من في الكرونيك بين من اول الدبريشن لحد الانتحار، ده في سنترز ثانيه. ربنا عامل سيستم يخفف علينا هذا الالم. فتعالى ناخد البين كنترول من الطف الموضوعات. جيت ثيري. دلوقتي الفكره كالاتي، احنا قلنا لما نتحدث عن البين يا اولاد فنحن نتحدث اساسا عن السي ثم السي ثم السي ثم الاي دلتا، وقلنا ان السي فايبر دي ما احنا خدنا بقى الباثويز بتنتهي عند السكند اوردر نيرون بتاعها في الدورسال هورن على وجه التحديد في لامينا 2 و3 اللي هو اسمه سبستانشال لاتنوز اوف رولانتي، اهو رسمها من اول لامينا 2 واحد، لا لامينا 2 وهتيجي بعدها 3 سبستانشال لاتنوز اوف رولانتي. فالبين سيجنالز احنا قلنا البين السخيف السلو بين ده اللي جاي عن طريق السي، عشان يتنقل البين سيجنال من السنترال اند اوف سي فايبر، خد بالك دي سي فايبر ده البريفرال اند وده السنترال اند، عشان يتنقل من السنترال اند اوف سي فايبر يروح للسكند اوردر نيرون اللي هو السبستانشال لاتنوز اوف رولانتي في لامينا 2 و3 في الدورسال هور، بيطلع البي سابستنس. ففكره البين كنترول الاساسيه ان احنا في فايبر في نيرون هيعمل دي سينابس بري سينابتيك انهيبيشن لمين؟ السنترال اند بتاع السي فايبر، يمنعها انها تطلع البي سابستنس عند السبستانشال لاتنوز اوف رولانتي، فيمنع الترانسميشن اوف بين سيجنال، فيمنع انتقال البين سيجنال للاترال سبينوثاليميك تراكت، وبالتالي يمنع البين. يبقى فكره الجيت ثيوري انها في الاساس بري سينابتيك انهيبيشن، بري سينابتيك انهيبيشن لمين؟ يبقى عملت ده السينابس اهو، عملت بري سينابتيك انهيبيشن لل سنترال اند بتاع مين؟ بتاع السي فايبرز، يمنعها انها تطلع البي سبستنس عند السبستانشال لاتنوز اوف رولانتي، فيمنع البين سيجنال من انه ينتقل من الفيرست اوردر نيرون الى سكند اوردر نيرون، كان في جيت هنا اهي، جيت بوابه هنا الفايبر او نيرون ده قفلها، فعشان كده سموها جيت ثيوري. الحقيقه ده الكلام اللي كان لسنين قريبه، بس كنت حتى بتعجب منه، ان انا تعودت ان وراء الخلق خالق، وان الله سبحان الله يعني يتميز بانه هو الكائن، اسف هو الكامل في صفاته، انا بقيت الكائنات اللي هو احنا مش كاملين. فقلت السي هو الاهم، صحيح هو ليه ربنا بيعمل كنترول بالبين بتاع السي بس، ليه دلتا اقل بس برضو بيرفتنا شويه مش زي السي، الى ان ثبت، وده بقول لك من الحاجات اللي بنجددها في المحاضرات، ان البين كنترول ما بيأثرش بس على السي فايبرز، الكلام بقى اوائل وللزملاء الاصغر سنا، وانما كمان على الاي دلتا، بيمنعها انها تطلع الجلوتامات، احنا قلنا السي بتطلع البي سابستنس اللي هي بطيئه، يعني السي بطيئه والاي دلتا بتطلع الجلوتامات اللي هي سريعه فيو ملي سكندز، انما السيكا بتطلع البي سابستنس اللي هي سكندز تو مينيتس. وده مش كده وبس، ده ما بيعملش بري سينابتيك انهيبيشن بس، وبيعمل كمان بوست سينابتيك انهيبيشن. فهنا لما حطوا المعلومات الجديده دي
تأكدت مرة أخرى أنها تخدم قضية أن وراء الخلق خالق. إن البين كنترول بيحدث للسيس ومسيس ومسيه، لكن كمان الإدلتا وبري سينابتك إنيبيشن ثم بري سينابتك إنيبيشن ثم بري سينابتك إنيبيشن، لكن كمان بوست سينابتك إنيبيشن، فيبلوك البين سيجنال أنها تدخل للسبينال كورد، ما نحسش الألم، ما دخلناش بقى للسكند أوردر نيرون، ومش كده وبس، وبيبلوك الكورد ريفلكسز especially ال withdraw reflex. طيب لما يسألك خصوصا في جامعاتنا العربية المين جيت موجودة فين بقى، نرجع للكلام القديم شوية، المين جيت اهي اللي هي ما بين السنترال اند اوف سي فايبر والسبستانشال اند اوف رولاندي، السنترال اند اوف سي فايبر اهي ده الجيت اللي هو بين الخطين دول والسبستانشال اند اوف رولاندي. الجيت دي كلوزد بكام طريقه، ربنا بيمنع الالم وبيقفل الجيت دي، بيمنع انتقال النيرف سيجنال ده بكام طريقه، في بالاوبيويد بيبتايدز هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي بتشتغل على ريسبتور كابلد لانيبيتور جي بروتين عشان هنوقف، عن طريق اوبيويد بيبتايدز ماسكه في ريسبتور كابلد لانيبيتور جي بروتين، او امبلس جايه من فوق السباينال كورد سوبر سباينال امبلسز، او جايه من الليفل اوف سباينال كورد سباينال امبلس. يبقى البين كنترول الجيت دي بنقفلها يا اما بال اوبيويد بيبتايدز ده موضوع، يا اما بالسوبر سباينال ده موضوع، يا اما بالسباينال. فهناخد ثلاث موضوعات دي الصغيره ونقفل. نبتدي الاوبيويد بيبتايدز، كلام جميل خالص. منذ فجر التاريخ توصل قدماء المصريين وسجلوها على الأوراق البردي لأهم مادة حتى يومنا هذا بتوقف البين سيجنال، بتقتل البين، وهي المورفين. مورفين and thank God إن من آلاف السنين توصلوا هم الحقيقة دي. طب إحنا في منتصف الستينات يعني من حوالي أكثر من 50 سنة عرفنا الميكانيزم ان المادة الفعالة في المورفين ده اسمها الأوبيويد ومعناها الأفيون، حتى الأفيون بيسطل غير انه بيضاع البين، حتى قلت عشان ما تفتكرها ان في صانعي البرفيومز تلقفوا المعلومة وعملوا برفيوم سموه أوبيوم على اساس انه بيسطل زي الأوبيوم. فاحنا طب عدنا من منتصف الستينات 1960 عاوزين نعرف ازاي الميكانيزم. قدماء المصريين الحمد لله ربنا ادالهم عشان يخفف الالم عن البشريه، خلاهم يصلوا بدون ما يعرفوا الميكانيزم قدماء المصريين، انما احنا بقى من اكثر من 50 سنه بقليل عرفنا الميكانيزم. انها بتشتغل على ريسبتور جوه، الماده الفعاله في المورفين اسمها الاوبيام، خلاص، على ريسبتور اسمها اوبيويد ريسبتورز، اوبيويد ريسبتورز شغالها تضيع احساس الالم. فكرنا اكتر، طب ده ربنا خالق الريسبتور دي من الازل قبل قدماء المصريين من الازل، يبقى 100% ربنا مش عاملها عشان انتظارا لقدماء المصريين يشغلوها. فده اللي استثارنا ان احنا ندور على endogenous opioids، مواد زي المورفين. المورفين ده exogenous جايبينه من بره من نباتات، بندور على endogenous opioids. لحد النهاردة اكتشفنا جوه في مورفين ذاتي، أفيون ذاتي، أكتر من 20 مادة لحد دلوقتي، ما عرفش يعني لحد اللي بقوله لكم دلوقتي more than 20 endogenous opioids جوه. يتمازوا عن ايه بقى الاندوجينس اوبيويدز دي عن بتاع قدماء المصريين او اللي موجود دلوقتي المورفين عندنا في كل مستشفيات، بتاع ربنا بتاع الخالق يتمايز ايه عن المخلوق؟ اولا طبعا انه ماتش مور سترونجر، يعني ويت فور ويت، لو خدت كميه قد كده من الاندوجينس وكميه قد كده من الاكسوجينس طبعا بتاعه الخالق الاندوجينس اقوى. شوف الروعه، هي موجوده في السنترال نيرفس سيستم وفي الجاسترو انسان تراكت عشان تخفف علينا الام الكوليكس. صار كل مره كان مفروض تنقبض الجهاز الهضمي كان مفروض تحس مغص، ما بتحسش غير لو الانقباض قوي جدا،
فعش كده ربنا عاملها اساسا في موضوعنا النهارده في البرين وفي الجاسترون سنتريك. طب تعالى خد اللي بعدها. جوه البرين المواد دي كان نوت كروس ذا بلاد برين بارير، موجوده فقط جوه البرين، ما تخرجش بره عشان الالم عن طريق السيجنالز اللي بتدخل البرين يقللها. وبتشتغل قلنا على ريسبتور كابل بجي بروتين انهيبيتوري. العشرين دول يا اولاد بيطلعوا من يعني هم بريك داون برودكتس اوف لارج بروتين. انا اخدهم دلوقتي، احنا هندرس منهم ثلاثه بس من العشرين عشان ما تخضوش، اللي هم الاكثر اللي هم الاندوجينس. تعال بقى نبتدي موضوعنا. قلنا الاوبيويد بيبتايدز موجوده في البرين وفي الجاسترون سنتريك، بنتكلم عن الاندوجينس طبعا. في يوجد نوعان اكساجينس بتوع قدماء المصريين اللي هم وما ما زال لحد النهارده اهم ماده بتضيع الالم لحد النهارده، لحد النهارده في كل المستشفيات هو الاكساجينس اللي هو المورفين. انما ربنا عنده الاندوجينس اللي هم لا هم مش 12، هم دلوقتي مور ذان 20 برودكتس. 12 دي قديمه شويه. مور ذان 20 برودكتس اوف لارج بروتينز. بريك داون برودكتس اوف لارج بروتين. فعندنا ثلاثه هم المهمين يا ولاد. ورقم السعد عن كل واحده 2، انكفالينز واندورفين، دي واحده بس، وداينورفينز. طيب كل واحد تعرف عنها كلمتين. الانكفالينز نوعان، هما معمولين من حاجه اسمها برو اوبيو ميلانوكورتين، يبقى البروتين اللي معموله منه ده مش مهم برضه للزملاء الاصغر سنا، مش مهم انت تعرف تفرزه، اسمه برو اوبيو ميلانوكورتين الا الاوائل الاوائل زي ما بقول، واحنا بنحاول محاضرات يبقى فيها كل حاجه. فنعرف عن الانكفالينز ان هو نوعان معمولين من 5 امينو اسيد، كل واحد من 5 امينو اسيد متاخدين من البروتين الكبير ده. ميت انكفالين وليو انكفالين، لو كان معمول من ميثيونين امينو اسيد يبقى ميت انكفالين، من ليوسين يبقى ليو انكفالين. يبقى يوجد نوعان ميت وليو. ريليز ده سؤال مسكيه مهم جدا في حتتين زي ما هنشوف، في السباينال كورد في المكان الواجب اللي هو بتاع الالم هذا سبستانشال نوزو رولاندي، وفي البرين ستيم فوق خدناها حوالين الاكوي داكت اوف سيلفياس اللي فيها سيربرو سباينال فلويد، المنطقه قلنا خدناها اريا رماديه جراي داكت حوالين الداكت بتاعه الميه، يبقى بيري اكوي داكتال جراي اريا، بيري اكوي داكتال جراي اريا اهي. يبقى عند البيري اكويداكتال جراي اريا. طيب وبعدين يبقى نوعين، كل حاجه قلنا اثنين وفي مكانين، المكانين دي بتيجي في الام اس كيو، انها موجوده في البرين ستيم وفي السباينال كورد. يلا عشان مش عيب كتير اقولها وانت تبقى تعيد الفيديو. يبقى الانكفالينز نوعان من 5 امينو اسيد ميت وليو، ريليزد في مكانين، سباينال كورد عند سبستانشال نوزو اوفرلاندي، وفي البرين ستيم عند البيري اكوداكتال جراي اريا. نكتب دي بس كده 20 عشان قبل ما ننساها يا اولاد، ان هم دلوقتي اكتر من 20 برودكتس مش 12، اكتر من 20. طيب نيجي للاندورفين، ولاحظ التشابه كلهم مع كلمه مورفين. اندورفين ده معمول من برو اندورفين اللي هو البروتين الكبير، وده نوع واحد اسمه بيتا اندورفين، ده 31 امينو اسيدز. طب فين الكلمتين؟ سكريتد في مكانين، عند الهايبوثالاموس از كيميكال ترانسميتر بيطلع عند الهايبوثالاموس، وفي في البيتيوتري جلاند بيطلع كهرمون بيفسر ظاهره حار فيها الانسان زمان اسمها ستريس انالجيزيا، يعني في اثناء الاسترس بنفقد الالم انالجيزيا. طيب ستريس انالجيزيا ده انا عاوز اكلمكم عليه يا اولاد، نقطتين لطاف قوي تعرفوهم عن الاسترس انالجيزيا. الجنود في الباتلز في المعارك
لاحظنا ان كلهم عشان بيجي لهم اصابات جسيمه جدا جدا ولا يحسها. يعني تلاقي مثلا بيحمي انسحاب زملائه فتيجي له شظيه تشيل مشط قدمه وهو مستمر مش حاسس حاجه خالص لحد ما احد زملائه ينبهه بالاصابه الرهيبه. وهو ستريست، شوف العظمه في الخلق الالهي، البيتيوتري اطلقت البيتا اندورفين، شغلت الانالجيزك سيستم اللي ضاع البين تماما، عشان البين هيصرفه عن المهمه، هيخليه ينشغل وينصرف عن المهمه الاساسيه وهي حمايه اقرانه. هقول لك حاجه تانية جميله قوي، ومن منا حضرتك وحضرتك والعبد الله لم يعاين الستريس انالجيزي؟ كلنا عايناها، كلنا عارفينها. ما رجعتش مره بيتك لقيت عندك جرح صغير في رجلك وتقعد تتذكر امتى حصل؟ ما تعرفش. انا اقول لك مثال امتى ممكن يكون حصل. حضرتك بتعدي الشارع محتاج الاتنشن والا هتدهمك السيارات، فانت ستريست، فالبيتيوتري تروح مديك بخت بيتا اندورفين مشغلك الانجيزيك سيستم بحيث لو رجلك خبطت في حاجه لا تلهيك عن المهمه الاساسيه انك تعدي، لانك لو اتلهيت وبصيت للاصابه ممكن تموت. شوف العظمه الالهيه، يقول لك عشوائية وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. يبقى البيتا اندورفين بيطلع مكانين، هايبوثالاموس بيتيوتري، والبيتيوتري بيفسر ظاهرة ستريس انرجيز. اخر واحد في التلاتة اللي هم احنا قلنا اكتر ماشيين اسمه داينورفين، جاي من مادة سابقة اسمها برو داينورفينز، زي هنا برو اندورفين ده جاي من برو داينورفينز. ده برضو انواع 17 امينو اسيد، ده very potent analgesic، بس بيطلع يعني هو بيشتغل في نفس الاماكن بتاعت الانكفالينز. لاحظ دول الاثنين اللي فيهم اس، يعني الاندورفين دي واحده، انما انكفالينز وداينورفينز بيشتغل نفس المكانين بتوع الانكفالينز في السباينال كورد وفي البرين ستيم، وفيري بوتنت. بس ليه بقى الانكفالينز اهم؟ لان ده بيطلع in very minute amounts، لكن بيطلع في السيم areas of انكفالينز. طب تعال نشوف كل ده، سؤال نظري مهم جدا. الريسبتور اللي بيشتغل عليها اسمها اوبيويد ريسبتورز، فانا كاتب لك الريسبتور والافكت. الريسبتور اشهر ثلاثه ريسبتور او اللي هم الثلاثه الاساسيين اسف، دلتا وميو كابا، دي حروف يونانيه او اغريقيه. حتى انا فاكر الحرف الكابا ده اللي كاتبه لك ده الحرف العاشر. انا كتبتهم بالترتيب دلتا وميو كابا بترتيب الدراسه. يعني الدلتا بتتاثر سنسيف اكتر للانكفالينز، الميو للاندورفين، اما الكابا للداينورفينز. طب وايه الايفكت؟ كلهم طبعا بيشغلوا انالجيزيك سيستم، يعملوا انالجيزيا فقدان الالم، زائد مثلا الاندورفين والداينورفينز بيعملوا مايوزيس ضيق الحدقه، ودي بيعملها حتى المورفين. المورفين معروف ان من اشهر الحاجات اللي بتعمل مايوزيس. ازاي بنعرف ان في تسمم بالمورفين؟ بنلاقي ضيق في الحدقه. الاندورفين بيعمل ايفوريا اي انبساط، الداينورفينز ديسفوريا عدم انبساط، عكس ايفوريا ديسفوريا. يبقى ده الاوبيويد بيبتايدز. ده بتيجي سؤال، يبقى تقول انها بتطلع في البرين والجاسترونسان تراكت، ده الاندوجينس طبعا، ان في الاول اسف نقول الاول في اكسوجينس اللي هو المورفين، وفي اندوجينس بيطلعوا في البرين والجاسترونسان تراكت. وقلنا ليه جاسترون سانتراكت؟ عشان يخلوا الحركة الدائبة بتاعت جاسترون سانتراكت ما يتسببش عنها مغص، ودي حاجة من رائع الخلق والخالق. وبعدين قلنا ان الاندوجينس دول اكتر من 20 برودكتس معمولين من لارج بروتينز، وان هم اقوى من الاكسوجينس طبعا من غير ما نفكر، وان هم ما بيعدوش البلاد برين بارير. وقلنا اكتر من 20، لكن عندنا ثلاث انواع اساسية هندرسهم، انكفالينز بيتا اندورفين وبعدين داينورفين، وكل واحد معمول من كبريك برودكت من لارج بروتين، ورقم الساعه 2 هنا ميت وليو بيطلع في السباينال كورد عند سبستانشال نود اوف رولاندي، وفي البرين ستيم عند البيري اكوداكتال جراي اريا. الاندورفينز بيطلع في مكانين، هايبوثالاموس ككيميكال ترانسميتر في بيتيوتري كهرمون يفسر الستريس انالجيزيا. الداينورفينز نفس الاماكن بتاعت الانكفرنس، بس هو مور بوتن لكن بيطلع بليس اماونتس، وبيشتغلوا على ريسبتور اسمها الدلتا والميو والكابا. طيب نيجي لل
سوبرا سباينال انجيزيك سيستم. ده سؤال مهم جدا. تعال نفرق ان ربنا عامل فيري افيشنت سوبرا سباينال انجيزيك سيستم. واحد موضوعات قصيره جدا بس صعبه جدا في حفظها، فنحاول نحفظها مع بعض. بصوا عليه اللي بيخليك ما في المحاضره ما تتابعهاش ان هما بيحاولوا يخلطوا الثري كومبوننتس بتاعت السوبرا سبان انجيزيك سيستم. ده عنده ثري كومبوننتس، يعني نيرون تشغل نيرون تشغل نيرون، ده ثري كومبوننتس بيخلطوهم مع الكيميكال ترانسميترز. فانا كل اللي عملته فكره لطيفه حتى للزملاء الاصغر سنا اللي بيشرحوا ان انا مش هخلط، مش هقول اتنين في عين واحد والا مش هتعرف تفهمها. فانا هقول الكومبوننتس لوحدها والكيميكال ترانسميتر لوحدها. فتعال نشوف الاول الكومبوننتس. ومعلش اذا ما فهمتش معنى الكلمات هيبقى الكومبوننتس حفظها صعب، لكن انا هقول لك كل واحده جت منين الكلمه. دلوقتي سوبرا سباينال، يبقى الامبلس بادئه منين؟ من فوق السباين كور، بادئه من البرين، يعني ستيميليشن اوف هاير برين ليفل. والمثال لسه قايلينه حتى في البيتا اندورفين اهي، كانوا بيطلعوا منين؟ من الهايبوثالاموس والبيتيوتري. الهايبوثالاموس ككيميكال ترانسميتر والبيتيوتري كهرمون. فلما بيشتغل الهاير برين ليفل اللي هو الهايبوثالاموس والبيتيوتري هيشغلوا الفيرست كومبوننت، اللي بدوريه هيشغل السكند كومبوننت، اللي بدوريه هيشغل الثيرد كومبوننت اللي هيوقف احساس الالم. نحفظ بقى، يبقى البيتيوتري والهايبوثالاموس اللي هم هاير برين ليفل هيشغلوا الفيرست كومبوننت. فين ده بقى؟ بص رقم السعد 2 في كل حاجه هنا، قلنا كل الاوبيويدز فيها الرقم السعد بتاع 2. الفيرست كومبوننت اللي هو موجود قلنا ماده رماديه اهي، حتى نسميها رمادي، حوالين قناه الميه الاكويداكت اوف سيلفياس، فيبقى اسمها ايه بقى؟ بيري يعني حوله، اكويداكتال اهي، جري اريا. يبقى مش صعبه لما تفهمها، اريا لونها جري رماديه حوالين الاكويداكت، يبقى بيري اكويداكتال يعني حول الاكويداكت، طبعا اكويداكت اوف سيلفياس جري اريا. تاني مكان في الفيرس كومبونا موجود فيه في البيري فنتريكولار اريا. احنا عارفين المخ عشان ما بقاش تقيل كده زي مخ الصعايده زي مخي، لان انا صعيدي اساسا، فربنا حاطط فيه اربع فراغات، فيرست وسكند وثيرد وفورث فنتريكلز. فالنيرونز دي موجوده حوالين الثيرد والفورث فنتريكل اللي فيهم سيربرو سباينال فلويد في البيري فنتريكولار اريا. فين اماكن الحاجات دي؟ بص انا راسمها قاصد كويس قوي، في الميد برين والابر بونز. طبعا اللي حفظها لنا بطريقتك بطريقه لطيفه. يبقى اول كومبوننت كما العبد الله حب جدا الميه، موجود حول السريبرو سباينال فلويد حوالين ميه المخ. حتى شوف الاسم لطيف في الحفظ، بيري بيري حوله وحوله، بيري ايه؟ حوالين القناه الاكويداكت جري اريا، وبيري ايه؟ حوالين البحر الفنتريكولار اريا. يبقى بيري اكويداكتال جري اريا وبيري فنتريكولار اريا. البيري اكويداكت حوالين الاكويداكت اوف سيلفياس، والبيري فنتريكولار اريا حوالين الثيرد والفورث فنتريكل. فين ده؟ في الميد برين والابر بونز. فده يشغل بدوري السكند كومبوننت اللي هما اثنين برضه، واحد موجود في الميد لاين واحد موجود لاترالي. اللي في الميد لاين اسمه، انا برسم واحده طبعا وما برسمش الثانيه عشان الرسمه ما تبص يعني، وبرسم الاهم تمام. اللي موجود في الميد لاين اسمه رافي ماجنس نيوكلاس، النيوكلاس ماجنس يعني كبيره انتوا عارفينها، رافي يعني في شكل ريدج، يبقى ريدج اهو زي ما انا رسمه كبير في الميد لاين، رافي ماجنس نيوكلاس. طب والسكند كومبوننت الحاجه الثانيه بتاعته موجوده لاترال، يبقى اللي انا مش راسمها اللي هي ريتيكولاريس بارا جايجانتو. جايجانتو بنفس، خد بالك حاجتين كبار، يبقى واحده ماجنس واحده جايجانتو جاينت سيلولاريس نيوكلاس. يبقى الاثنين السكند كومبوننت يتميزوا بانهم كبار، يبقى دول حوالين الميه بيري بيري ازاي هتحفظهم عشان الكلام صعب، انما هنا الاثنين واحده ماجنس واحده جايجانتو، رافي ماجنس نيوكلاس و ريتيكولاريس بارا لانها بارالل ليها موازيه ليها جايجانتو سيلولاريس نيوكلاس. طب دول فين بقى؟ في المظله واللور بونز، يعني دي في الميد برين وابر بونز الفيرست كومبوننت، دي في المظله والابر بونز. الثيرد كومبوننت ده اسهل واحد بقى يا اولاد، ده في السباينال كورد. يبقى الاولاني هيشغل الثاني،
والتاني شغل التالت ثيرد كومبوننت ده في السبينال كورد، وما هو الا انهيبيتوري انتر نيرون. موجود فين؟ في الدورسال هورن اوف سبينال كورد، بس انا مش هسمها الدورسال هورن اوف سبينال كورد، انهيبيتوري انتر نيرون في الدورسال هورن اوف سبينال كورد. يعمل ايه بقى؟ يعمل الكلام اللي قلناه، يقفل الجيت، يعمل بري سينابتيك انهيبيشن ثم بري سينابتيك انهيبيشن ثم بري سينابتيك انهيبيشن، ده الاهم، وبوست سينابتيك انهيبيشن. لمين؟ للاهم. الاهم مين؟ السي فايبر، للسنترال اند اوف سي فايبر عند السبستانشال لاتنوزا اورولاندي، يمنعها انها تطلع البي سبستانس، وللاي دلتا كمان، وده الكلام الجديد، انها مش بس للسي سي اساسا، وكمان للاي دلتا يمنعها انها تطلع الجلوتاميت. يبقى هو عمل اهو بري سينابتيك انهيبيشن لمين؟ شايف الرسمه اهي، للسنترال اند بتاع مين؟ بتاع السي فايبر، يمنعها انها تطلع البي سبستانس عند السبستانشال لاتنوزا اورولاندي، يبقى منع الترانسميشن اوف سيجنال. ونفس الكلام بيعمله للاي دلتا، يمنعها انها تطلع جلوتاميت، وده مش بس بري وبوست. يبقى حاجه رائعه. يبقى الكلام الجديد، يبقى في بري وبوست، الكمال لله وحده، ربنا بيعمل بري سينابتيك انهيبيشن وبوست سينابتيك انهيبيشن، بس البري اهم من البوست. لاني فايبر للسي والاي دلتا بتوع البي، بس السي اهم من الاي دلتا. فركز بقى في الاهم، بري سينابتيك انهيبيشن لمين؟ للسنترال اند بتاع مين؟ بتاع السي فايبر، يمنعها انها تطلع البي سبستانس عند السبستانشال اورولاندي. يبقى ازاي من غير ترانسميتر هيتنقل السيجنال؟ مش هيتنقل، يبقى مفيش بين سيجنال نقل، مش هنحس بين. طيب الترانسميتر، شوف انا ما قلتهاش خالص بقى، الهاير برين سنتر تشغل الفيرست كومبوننت بالبيتا اندورفين. ما احنا قلنا البيتا اندورفين دي كانت بتطلع من البيتيوتري، اللي تطلع يعني الهاير برين سنترز تشغل فيرست كومبوننت بالبيتا اندورفين، الفيرست كومبوننت يطلع انكيفالين يشغل السكند كومبوننت، السكند كومبوننت يطلع سيروتونين يشغل الثيرد كومبوننت، الثيرد كومبوننت يطلع انكيفالين. يبقى طالب قال لي ما عندكش طريقه حلوه في حفظه؟ هذا عندي، بالسمع يا اولاد، قلنا ربنا قدم السمع على البصر، بموسيقى الكلام. يبقى هم اربعه ترانسميتر، ده يطلع ده يشغل ده، ده يطلع ده يشغل ده، سهله. بيتا اندورفين انكيفالين سيروتونين انكيفالين، يبقى كلمه انكيفالين تعادت مرتين يا اولاد. تاني، بيتا اندورفين انكيفالين سيروتونين انكيفالين، حفظتها سهله. يبقى كلمه انكيفالين بتتعاد، بيتا اندورفين انكيفالين سيروتونين انكيفالين. ده اقول لكم حاجه جميله، فاكر كنا قلنا الانكيفالين ده موجود، قلنا البيتا اندورفين موجود في حتتين، فاكر اللي هو الهاير برين سنتر في الهايبوثالاموس والبيتيوتري، الانكيفالين كان في حتتين، فاكرين؟ كان موجود، كنا قلنا في البرين ستيم عند البيري اكوداكتال جري اريا اهو، وكنا قلنا موجود في السباينال كورد عند السبستانشال جلاتينوزا اوف رولاندي. ما احنا قلنا الانكيفالين بيطلع في حتتين، في البرين ستيم وبيطلع في السباينال كورد. ده يؤكد السؤال تاني مره شافه. طيب والتعاوبيه في الام اس كيو نوت، احنا بقى استغلينا الكلام ده، عملنا ايه بقى في دلوقتي؟ ان علاج للالم بالالكتريكال ستيمولاي، يعني العيانين اللي عندهم كرونيك بين نعمل لهم الالكتريكال ستيميليشن. لمين بقى؟ لشغل فيرست كومبوننت اللي هو مين؟ اقرا معايا، اللي هو البيري اكوداكتال جري اريا، او نشغل السكند كومبوننت مهم اللي هو الرافي ماجنس نيوكليس. فلقينا ان ده بيسبريس البين. شوف العظمه، يبقى لها ابلكيشن يا اولاد. لو انا شغلت الفيرست كومبوننت او السكند كومبوننت الكتريكا بقى بالالكتريكال ستيمولاي، اقدر اعالج البين عشان اتفادى ان انا اخد مورفين. ولو ان عاوز اقول، وهنبقى نعمل باذن الله محاضرات للناس العامه نتكلم فيها على مواضيع طبيه، المورفين ما يعملش ادكشن في شخص بياخده لعلاج البين، يعني كرونيك بين لما ندي مورفين يقول لك العيان هيجي له ادكشن، ده كلام فارغ. ما صاروش ادكشن الا اذا كان اوريدي ادكت او عنده استعداد للادكشن. يبقى تاني يا اولاد، الموضوع ده هتقسمه ازاي سوبر سبينال انجيتيك سيستم؟ قربنا نخلص خالص، ففرصه اهو نعيد. 3 كومبوننتس وبعدين 4 كيميكال ترانسميترز، ما تحفظهمش مع بعض. 3 كومبوننتس، قول الاول ان الاستيميليشن بتاع الهاير برين ليفل هو الهايبوثالاموس وال بيتيوتري، يشغل فيرست كومبوننت
يشغل السكند كومبوننت، الفيرس شغل السكند، السكند شغل الثيرد، الثيرد يعمل بري وبوست سينابتيك انهيبيشن للسي والاي دلتا يوقف احساس الالم. يبقى الكومبوننت صعبه، كل حاجه فيها كلمتين. الفيرس كومبوننت قلت زي العبد اللي بتحب الميه، حب يبقى جنب الميه. يبقى بيري بيري حوالين القناه، بيري اكويدكتال حوالين قناه الميه اللي هي الاكويدكتال اللي فيها ميه، جري اريا منطقه رماديه حول الاكويدكت. لما تبقى شايف الرسمه، وعشان كده بقول رسومات حصاد السنين يا اولاد الدياجرامز تحفظها بسهوله شديده. بيري اكويدكتال جري اريا حوالين الاكويدكت اوف سيلفياس، وبيري فينتريكولا اريا حوالين الثيرد والفورث فينتريكل. فين دول؟ قلنا في الميبرين والابر بونز. طب نيجي السكند كومبوننت، حاجات كبيره بقى شغلوا، حاجات كبيره في الميدل لاين يشغلوا الرافي ماجنس، ماجنس نيوكليس، رافي يعني زي الريدج. ولاترالي يشغلوا ريتيكولاريس بارا لانها موازيه ليها، ريتيكولاريس بارا جايجانتو سيلولاريس نيوكليس. يبقى رافي ماجنس نيوكليس وريتيكولاريس بارا جايجانتو سيلولاريس نيوكليس يشغل الثيرد كومبوننت. ده اسهل واحد بقى، ده عباره عن ايه؟ ده سهل جدا. انيبيتور انتا نيرون موجود في الدورسال هورن اوف سبان كورد، هو ده اللي بيعمل اتنين واتنين، بري وبوست سينابتيك انيبيشن. بس البري اهم للسي فايبرز والاي دلتا، بس السي اهم. استغلنا ده ان ممكن نعمل الكتريكال ستيميليشن لاهم واحده في الفيرست اللي هو البري اكوداكتال جري، واهم واحده في السكند اللي هي الرافي ماجنس نيوكليس، الكتريكال ستيميليشن لكنترول البين. طب مين الكيميكال ترانسميترز بقى يا اولاد؟ سهل، ما احنا عارفين البيتيوتري والهيبوثالامس كانوا بيطلعوا بيتا اندورف. بيتا اندورف انكفالين سيروتونين انكفالين، بيتا اندورف انكفالين سيروتونين انكفالين. وقلنا ما تنساش من اهم الاسئله في الام اس كيو الشفوي، الانكفالين ده كان بيطلع في البرين ستيم عند البيري اكوداكتال جري اريا، وبيطلع في سبينال كورد عند السبستانشال لاتنوزا اوف بلاندي. طيب تعالى برضو كلام جديد ما كنتش قلته في المحاضرات اللي هي اديتها قبل كده في العام الماضي بالتفصيل. الاوبيويد ريسبتورز عند الدورسال هورن نيرونز، احنا قلنا عند في الدورسال هورن نيرون عند السبستانشال نوز اوف لاندي في دورسال هورن انتر نيرونز بتطلع الانكفالين تحت، ما هو بيتا اندورفين انكفالين سيروتونين انكفالين، اخر واحد كان بيطلع الانكفالين ده. كان بيعمل ايه بقى؟ بص الانكفالين بيعمل بري سينابتيك انيبيشن وبوست سينابتيك انيبيشن الاثنين، دي سينابس بري وبوست لمين؟ للسي فايبرز والاي دلتا. تعال نشوف ازاي بيعمل بري وازاي بيعمل البوست. لما اهو طلع الانكفالين مسك في الريسبتور فهيعمل بري سينابتيك انيبيشن. ازاي؟ انه هيقلل الكالسيوم انفلكس، هيقلل دخول الكالسيوم. طب الكالسيوم هو ده المهم لطلوع الكيميكال ترانسميتر اللي هو سبستانس بي في حاله السي فايبرز والجلوتاميت في حاله الاي دلتا. فهو لما هيمنع دخول الكالسيوم يبقى بدوريه هيمنع الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر في حاله السي سبستانس بي وفي حاله الاي دلتا جلوتاميت. طب هنا الشغل على ايه؟ بص يا اولاد الشغل على البريس قبل السينابس، فيبقى ده بري سينابتيك انيبيشن. طب البوست سينابتيك الدورسال هورن انتر نيرونز هيطلع انكفالين زي ما قلنا، اخر حاجه كانت انكفالين، هيشتغل على الريسبتور اهي بتاعه البوست سينابتيك نيرون، هيعمل ايه هنا؟ بالعكس يزود، يعني هنا كان ينقص، يزود الكالسيوم بوتاسيوم افلكس خروج البوتاسيوم، وبالتالي يزود البولاريزيشن يعمل هايبر بولاريزيشن. فين الشغل هنا بقى يا اولاد؟ في البوست سينابتيك انهيبيشن، بوست سينابتيك. يبقى بوست سينابتيك انهيبيشن الاثنين دول لو طلع كيميكال ترانسميتر وهنا حصل هايبر بولاريزيشن، يبقى الاثنين دول هيؤدوا الى ان النيرون ده مش هيشتغل، مش هينقل السيجنال لانه نقص الديوريشن اوف اكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. ده الكلام الجديد السنه دي اهو بقوله لكم، انه الكمال لله وحده، ان الشغل على السيس ومسيس ومسي ثم اي دلتا وبري بري بري ثم بوست. انه في دورسال هورن انتر نيرونز بتطلع انكفالين، كان اخر حاجه بتطلع انكفالين بتا اندورفين انكفالين
سيروتونين انكفرين. فالانكفرين ده هيعمل ايه بقى؟ هيأكتيفيت بري سينابتيك اوبيويد ريسبتورز وهيأكتيفيت بوست سينابتيك اوبيويد ريسبتورز. اهو بري سينابتيك اوبيويد ريسبتور وبوست سينابتيك اوبيويد ريسبتور. البري سينابتيك اوبيويد ريسبتور لما يحصل لها اكتيفيشن هتعمل نقص نقص، هينقص الكالسيوم انتري او انفلاكس، وعليها هينقص الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر اللي هو في حاله ال سي بي سابستنس اللي هي بطيئه ما بزهقش سكند تو مينيتس. في حاله الاي دلتا جلوتاميت اللي هي سريعه بتبقى فيو ملي سكندز بتطلع من الاي دلتا. طب لما بيمسك في الريسبتور بتاعه البوست سينابتيك بيعمل انيبيشن ازاي؟ تعال نتفرج هيعمل لها زي السبستانشال انجل فرندي. هنا يزود 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 البوتاسيوم اي فلكس، هنا نقص الكالسيوم ان فلكس ونقص الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر. هنا زود البوتاسيوم اي فلكس وعلي عمل هايبر، زود البولاريزيشن هايبر بولاريزيشن. البري سينابتيك انيبيشن والبوست سينابتيك انيبيشن ربنا الكمال الله وحده للسي والاي دلتا فايبرز هيؤدي الى نقص الديوريشن بتاع الاكسايتاتري بوست سينابتيك بوتنشال، فما يتنقلش البين سيجنال فما نحسش الالم. طيب نيجي للصفحه الاخيره، نجيب بس ايه نلاقيها الاول. حالا يا شباب اللي هو السباينال والكنترول. هناك شيء غريب شوية. طيب لقيناها final impulses. يبقى الاوبيويد سؤال مهم جدا، سوبرا سباينال مهم جدا، سباينال امبلس اقلهم اهميه، ثم ناخد ميثود اوف تريتمنت اوف بين وننهي بيها لاخر صفحه، وهناخد اجازه شويه بعدها فانت تقعد تسمع بقى في المحاضره دي. سباينال امبلسز، بدل ما نشغل انهبيتور انترنيرون ده اللي هو فاكر كان دورسال هورن انتر نيرون كان بيطلع انكفلين اللي هو كان بيعمل بري وبوست، الانكفلين بيعمل بري وبيعمل بوست سينابتيك انيبيشن للسي والاي دلتا ده اللي قلناه. لما نشغله بالفيرست والسكند والثيرد كومبوننت يعني من فوق يبقى يسموها سوبرا سباينال امبلسز او كنترول سيستم. ممكن نشغله بقى بسباينال امبلس، حاجه يعني معروفة وجميلة جدا يا أولاد. كلنا لاحظنا حاجة من الحياة، كلها حاجات من الحياة، إن حضرتك لو الواحد اتخبط في كوعه أو في حتة وعمل لها رابينج يعني قاعد يحك فيها كده somewhere، رابينج ده أو البريشر حتى بيضيع إحساس الألم. يعني لاحظنا حاجات في الحياة ربنا عاملها لنا مديها لنا ببلاش، إن الرابينج او البريشر بيضيع احساس الالم. ساعات حتى الناس لما يجي لها صداع تعمل بريشر تربط حاجه على راسها. طب ايه التفسير العلمي؟ تصور احنا بنشغل صناعه الخالق اللي هي البين كنترول سيستم، بس بدل ما نشغله فيرست كومبوننت او نشغل فيرست كومبوننت سكند كومبوننت ثيرد كومبوننت، لا نشغله من نفس السباينال ليفل. تعال نشوف فكره سهله جدا. حضرتك لما بتعمل رابينج او بريشر اهو، فده بيستيميليت التاكتايل ريسبتور موجوده في الجلد، فالتاكتايل ريسبتور دي لما تعملها ستيميليشن هتشغل الاي بيتا فايبرز. ما احنا قلنا التاكتايل بتشغل اللي هو الفاين سنسيشن اي الفا واي بيتا، اي بيتا فايبرز تدي كولاترالز. كولاترال دي بقى تعادل السوبرا سباينال، الكولاترال دي هتشغل هي على طول بقى الايه الدورسال الانهيبيتوري انتر نيرون اللي في الدورسال هور اللي هو كان الثيرد كومبوننت. بدل ما نشغل الثيرد كومبوننت من فوق بالسكند وقبليه بالفيرست وقبليه بالبيتيوتري هايبوثالاموس من فوق،
لا هنشغل الثيرد كومبوننت في السباينال كورد اللي هو الانيبيتور انتر نيرون اللي في الدورسال هورن دايركتلي بامبلس جاي له من على الليفل اوف ذا سباينال كورد. الرابينج والبريشر هيستيميليت الريسبتورز خلاص بتاعت مين؟ بتاعت الاي بيتا فايبرز، فتبعت كولاترالز تشغل انيبيتور انتر نيرون. في حاجه ثاني جميل الصينيون عندهم حاجه اسمها اكوي بانكشر اللي هي الابر الصينيه. بانكشر يعني وخز، اكوي بانكشر اللي هي الابر الصينيه. فكر بذكاء، يعني الابر دي بتعمل وخز، بتعمل بريكنج بين. فاكر البريكنج بين ده كان بيشغل مين؟ كان بيشغل اي دلتا. نفس الفكره، يبقى الاكوي بانكشر شغل اي دلتا، يدي كولاترالز تشغل الثيرد كومبوننت اللي هو مين؟ انهيبيتوري انتر نيرون موجود في الدورسال هورن والسبينال كورد، يطلع انكفالين اللي هي كانت اخر حاجه بتطلع، يعمل كل حاجه، يعمل بري وبوست سينابتيك انهيبيشن للسي ويل اي دلتا فايبرز بالاكوي بانكشر. القدماء المصريين وصلوا لحاجه زي الاكوي بانكشر، تعمل واخذ من غير ابر اللي هي حاجه اسمها اللزقه يا اولادي، كاونتر ايرتنت. الواحد يجيب لزقه كده فيها ماده كيميائيه ويلزقها على المنطقه المصابه، فبيحس احساس شكشكه في المنطقه زي الاكوي بانكشر، تشتغل بنفس الطريقه. يبقى هنا احنا شغلنا الثيرد كومبوننت مش بالسكند والفيرست اللي هما سوبرا سباينال، شغلناه بحاجتين تانيين، الاي دلتا والاي بيتا اللي هما على مستوى السباينال كورد، فسموها سباينال امبلس. نفس الفكره. يبقى بص لي، يبقى هنا الاتي، الثيرد كومبوننت هو في السباينال كورد اللي هو انهيبيتور انتر نيرون في الدورسال هورن، ممكن اشغله الفيرست شغل السكند والسكند يشغل الثيرد كومبوننت، لكن ممكن اشغله بفايبرز جايه من السباينال كورد على المستوى من المناطق المتألمه سباينال امبلس باتنين. يبقى هشغله باما بالاي بيتا لو عملت رابينج او بريشر، يشغل التكتاي ريسبتور، يشغل اي بيتا تدي كولاترال تشغل الثيرد كومبوننتس، او بالاكوي بانكشر ابر الصينيه، او احط لزقه كاونتر ايرن نشغل اي دلتا. حتى بقول يعني اقولها بطريقه لطيفه، ولا اي دلتا ده بيدي بين خفيف، عارف يعني احنا بنستعين بالبين الخفيف بتاع الاي دلتا عشان نوقف البين الاقوى بتاع سي فايبرز اللي هو ريزل، فبنعمل بالاكوي بانكشر او بالكاونتر ايرت. يبقى الثيرد كومبوننت ده اللي هو مين؟ انهيبيتوري انتر نيرون موجود فين؟ في الدورسال هورن اوف سباينال كورد، تشغله من فوق، الثيرد تشغله بالسكند والسكند تشغله بالفيرست، يبقى ده اسمه سوبرا سباينال، او تشغله سباينال باثنين بدل بالسكند والفيرست شغله بال اي بيتا واي دلتا، اي بيتا بالرابينج والبريشر واي دلتا بالاكوي بانكشر والكاونتر ايرت. يعملوا ايه؟ هيشغلوه يعمل هو ايه بقى الثيرد كومبوننت ده؟ ده بيشتغل على السينابس بري وبوست، على البري يمنع الكالسيوم اي فلوكس، يمنع طلوع الكيميكال ترانسميتر، على البوست سبستنشن نوز اوف لاندي يخليها تزود البوتاسيوم اي فلوكس، يحصل لها هايبر بولاريزيشن، يبقى ما يحصلش فيها اكسايتات للبوست سينابتيك بوتنشال، فما يحصلش ترانسميشن اوف امبلس. ده ممكن يجي سؤال بس اخف شويه. الابلكيشن بتاع هذا الكلام برضو الجديد، ان في حاجه اسمها التانس اللي هو ترانسكوتينيوس الكتريكال نيرف ستيميليشن، كل العالم بيستخدمها دلوقتي، اجهزه كده صغيره تروح تشتريها للناس اللي عندها كرونيك بين، بتعمل لك عبر الجلد ترانسكوتينيوس الكتريكال نيرف ستيميليشن. دي فكره الكلام ده، عشان تشغل بنيرف سيجنالز من النيرفز دي اللي هو الاي دلتا والاي بيتا، تشغل لك. حتى دول بيشغلوا اساسا مش الاي دلتا والاي بيتا، بيشغلوا الاي بيتا والاي الفا، حتى يدوا كلاتر يشغلوا الثيرد كومبوننتس، هم بيشغلوا الاي الفا والاي بيتا. اكتيفيت لارج سنسوري فايبر نفس الفكره، بنحطها ان فيسينيتي يعني قريبا من الانجري تو ريليف بين، يبقى لها ابلكيشن اللي هو التانز اللي هو ترانسكوتينيوس الكتريكال نيرف ستيميليشن. ده سؤال مهم. نيجي اخر حاجه بقى يا اولاد، اللي هي ميثودز اوف تريتمنت اوف بين، ازاي بنعالج البين؟ في ثلاث طرق، كل واحده فيها ثلاثه. سيرجيكال تريتمنت، ده سؤال مهم جدا، افتكر لما كنت في بكالوريوس طب اتسالت السؤال ده في امتحان باطنه،
سألوني surgical treatment of pain. وفي electrical stimulation لسه بنتكلم عليها. كل الناس النهاردة اللي عندها chronic pain هنا عندها أجهزة تعمل electrical stimulation ضع البين. وفي medical treatment بقى ناخد إقراص وحبوب عشان تحفظها بطريقة لطيفة. كل واحدة فيها ثلاثة بس ده MSQ بس مش هيجي نظري. surgical treatment of pain. احنا البين بيحمل على مين يا ولاد؟ فاكر قلنا بيحمل على، لو كنت فاكر اهو اوريك الرسمة تاني. كان البين بيحمل على اللاترال سباينال ثالاميك تراكت. فلو احنا قطعنا اللاترال سباينال ثالاميك تراكت ده اللي هو موجود في الانترولاترال كوادرانت، فاكر كان موجود في الانترولاترال كوادرانت، فالعمليه اسمها انترولاترال، يعني تقطع الايه الربع الامامي انترولاترال كوردوتومي، فتقطع ده على ناحيه واحده. هتفقد احساس البين فين بقى؟ بص للرسمه، احنا قلنا حصل كروسنج، فانا لو انا عندي البين في الناحيه الرايت اقطع الناحيه الليفت، يبقى اعمل كونترالاترال انترولاترال كوردوتومي، ومعناها اقطع اللاترال سباينو ثالاميك تراكت اللي شايل البين، اللي هو موجود فين قلنا؟ في الربع الامامي الجانبي انترولاترال كوردوتومي. يقطع، لما اقطع الربع ده هيتقطع اللاترال سباينو ثالاميك تراكت، يضيع احساس البين. طبعا العمليه دي ما بنعملهاش يا اولاد غير لما يبقى في انتراكتبل بين، يعني بين غير محتمل، عن خلاص فاضل له يعني وقت محدود بس عاوزين يموت in peace not in pieces، في سلام وليس ما يموتش حته حته، فبنعمل له هذه العمليه. انما هاوفر انا عاوز اقولها للزملاء الاصغر سن، يبقى بنعمل انتروراتر كوردوتومي في الاوبوزيت سايد. العمليه دي على فكره مش ناجحه قوي، يعني ما بتنفعش، not always successful، بتنفع لمده، معلومات للزملاء الاصغر سنا اساسا مش ليكوا، for few weeks or few months، لشهور او اسابيع بس. ليه؟ نفكر. فاكر احنا كنا خدنا حاجه اسمها للساور تراكت، فاحنا لو الساور تراكت ده لو البين في الابر بارت هنا في الحته دي وانت قطعت مش هيضيع، لان الحته دي بتعمل كروسنج فوق، ففي الابر هاف اوف ذا بادي او في الابر بارت اوف ذا بادي اللي فيه معظم البين السخيف، ساعات الكروسنج ما بيبقاش في السبانال كورد خالص، بيبقى الكروسنج في البرين. فما بتعمل انتروراترال كوردوتومي المكان اللي قصاده ما تقطعش الفايبرز اللي جايبه البين، لانها في الساور تراك عمل الكروسنج فوق. دي حاجه. الثانيه من غرائب الخلق والخالق سبحان الله، ان احنا البين اوفيشيالي بيتحمل على اللاترال سباينال ثالاميك تراكت، لكن سبحان الله ربنا كل يوم بنكتشف جديد ان في سبير باثويز ضعيف ما بنستخدموش اساسا، موجود في الدورسال كولم اللي هو في البوستيرور كوادرن بقى اللي احنا ما قطعناش، احنا قطعنا الانتروراترال كوادرن. لما بنقطع الانتروراترال كوادرن البين باثوي اللي ماشي في الدورسال كولم، ما تقولش الكلام ده لمعظم الناس لان معظم الناس ما تعرفوش، انا بقول للزملاء الاصغر سنا، بيبقى سنسيتايزد ويشتغل ويرجع البين تاني. اللي انا عاوز اعلمه لك لما تمارسوا الطب ان الانترولاترال كوردوتومي ليست حل اكيد للانتراكتبل بين، البين غير محتمل، لانه بيبقى حل لمده فيو ويكس او فيو مانس، سم تايم ما بينفعش خالص لسببين، بسبب السور تراكت، وبالسبب الثاني انه في سبير باثويز. طيب ثاني طريقه سيرجيكال، ان احنا قلنا ان البين السي فايبر ما بيروحش للبوسترولاترال، اسف فينترال بوستيرولاترال نيوكليوس اوف ثالامس اللي هي الفنتروبيزال نيوكليوس اوف ثالامس، دي بيروح لها الاي دلتا، انما السي اللي هو سخيف بيروح لمين؟ فاكر وده قيمه الدراسه، كان بيروح للنان سبيسيفيك ثالاميك نيوكليا اللي هم كانوا اثنين اشهرهم مين؟ الانترالامينار. فالسيل بين السخيف بيتحس في الانترالامينار نيوكليا في الثالامس، فاحنا
بنيجي لهذا الانترلامينر نيوكليوف ثالاموس لسبيسيفيك ارياس فيها حتى ونعمل لها كوترايزيشن بالكوترين بوظها. دي عمليه انجح من دي. ليه بقى؟ بتضيع البين بتاعت سي فايبرز بس اللي هو السافرين بين اللي هو السلو بين اللي بنعاني منه، وبتسيب بتاع الاي دلتا اللي هو الفاست اللي هو البروتكتيف اللي بيخليك تعمل فليكس وذرول. فالعمليه دي انجح. وبرده الكلام ده اعتقد انه للزملاء اكثر منه للطلبه. فبنعمل بنبوظ سبيسيفيك ارياس في الانترلامينر. بس هنا بيهتموا جدا بالكلام ده اولاد، وانا عارف في ناس بتسمعني هنا، فعشان كده بقول كل حاجه وانت اختار ما يلزمك اللي عليك، وان كان في الطب ما فيش عليك ومش عليك، لازم تعرف كل حاجه. فبنبوظ الانترلامينر اللي هي بتاعه السي فايبر، ودي بتضيع السافرنج بين وتسيب الاي دلتا اللي هي بتاعه البروتكتيف. تالت عمليه اسمها بري فرونتال لوبوتومي يا اولاد. احنا قلنا ان البين في احساس البين ده في سوماتيك سنسوري نمبر 1 حاسس بين، لكن المضايقه من البين الديبريشن بسبب البين الانتحار بسبب البين ده في ارياس كتيره جدا اهمهم البري فرونتال اريا. فلقينا ان احنا لو فصلنا البري فرونتال اريا عن بقيه المخ مش شلناها، يعني الحته دي قطعناها فصلناها عن المخ، حتى انا قلت في المحاضرات الاساسيه ازاي هم تجرؤوا يعملوا التجربه دي على هيومن بينج، اللي ما قدروش يعملوها على الانيمال، لان الانيمال مش هيقول احساساته. ان قلت ان راجل اسمه جورج كان بيشتغل في مصنع بتاع ستيل بارز، البار دخل من هنا طلع من هنا، يعني عمل العمليه لا اراديه اللي هو مش قصدها، حادثه فصلت البري فرونتال لوب عن بقيه المخ، اتعمل له دون ان يدري البري فرونتال لوبوتومي. فلقوا ان جورج ده بعد ما حصل الحكايه دي بيقول لهم اي ستيل فيل بين، انا حاسس البين اللي بيتحس في سوماتيك سنسوري نمبر 1 بات ات دازنت باذر مي، ات داز نوت افكت مي، الافكت مش موجود، مش متضايق خالص. فاحنا تلقفنا دي وقلنا يبقى العيانين اللي عندهم انتراكتبل بين مش هنشيل البين بس هنخليهم مش متضايق، مش حاسس بين بس مش، ما تسالنيش يعني ايه حاسس بين ومش متضايق، لان السنسيشن حاجه والافكتس الوجدان والعاطفه وراء حاجه تاني. واديتها مثال بسيط في التاتش، حضرتك حاسس تاتش، ولد ماسك ايدك، بنت ماسكه ايدك، حاسس تاتش، لكن الوجدان مع بنت، الوجدان ده ملوش دعوه بسوماتيك سنسوري نمبر 1. نفس كان في البين، حاسس بين بس مش مضايقني، المضايقه دي في حته تاني في البري فرونتال اريا. فبنعمل بري فرونتال لوبوتومي. طب واحد يقول لي ما نعمل كلنا بري فرونتال لوبوتومي نحس البين وما ضايقناش؟ لا، دي بتغير البيرسوناليتي وبتعمل فيلير اوف بروجريشن، يعني ما تقدرش تعمل خطوات متتابعه في الحياه، ودي كارثه. حتى طول عمري بيقولها بطريقه لطيفه، اللي بيلعب شطرنج بيبقى حاط ايده كده وهو باص على اللوحه بتاعت الشطرنج وبيرتب خطوات على بعض، فبقول سربرايزنج هو حاطط ايده على الاريا بتاعت البروجريشن اوف ثوتس دون ان يدري، يعني مصادفه جميله. اللي بيلعب شطرنج اكتر حاجه عاوزه خطوه على خطوه على خطوه، حاطط ايده على الاكزاكت اريا اللي بيستخدمها اللي هي البروجريشن. يبقى ده السيرجيكال تريتمنت اوف بين، واتكلمنا عليه برضو معلومات عامه رائعه بالنسبه لتعلم طب. نيجي الكتريكال ستيميليشن، حاجه النهارده اللي هي شغاله في كل العالم. انا عندي ناس اعرفهم كتير جدا معاهم اجهزه كهربائيه هنا بيستخدموها كل يوم، يعمل لنفسه جلسه فور فيو مينتس تضيع له البين لمده 24 ساعه. يعني مش لازم تعمل الكتريكال ستيميليشن طول الوقت عشان تضيع البين، حاجه ما اعرفش ليه رحمه ربنا. الجهاز يعمل ستيميليشن فيو مينتس، تقعد تعمل الجلسه فيو مينتس وبيطفي الجهاز وتشيله من على دماغك او تشيله من على جسمك، البين يقعد رايح 24 ساعه. ازاي؟ ثلاث طرق برضه. احنا قلنا ان بدل ما اشغل اللار سنسوري فايبرز بالرابنج اهو والبريشر بشغله بالالكتريكال ستيمولاي، بدل ما تقعد تحك لارس اللي هو قلناها انها ترانس كوتينيوس الكتريكال نيرف ستيميليشن، عبر الجلد بنستيميليت النيرف، بنحط الجهاز على السكين اور اوفر ذا سباينال كورد. بس ده اول طريقه. ثاني طريقه نشغل انالجيزك سيستم اللي هو مين؟ فاكر قلنا الفيرست كومبوننت اللي هو البيري اكويداكتال او بيري فنتريكولار اريا نشغل. ثالث طريقه احنا عارفين مين مبعث الالم بقى اللي هو السي فايبر، الثالاموس النون سبيسيفيك ثالاميك نوكلياي اللي هو بيسموه انترلامينر،
نشغل نون سبيسيفيك نيوكلياي في الثلاموس اللي هو الانترالامين. اي حاجه من دول الكتريكال سوليوشن هتضيع الالم. طيب نيجي ميديكال تريتمنت. ميديكال كلنا عارفين انالجيزيك. الجيزي يعني الم يا اولاد. انالجيزي يعني فقدان احساس الالم. انالجيزيك ابسط واحد فيهم هو الاسبرين اللي هو بيمنع تكون البروستاجلاندينز. ده الميكانيزم بتاعه وبالتالي يضير شويه الكليه خصوصا بقى النون ستيرويدال انالجيزكس اللي هو الاقوى منه زي الادفيل وزي الفولتران والحاجات دي. بتضيع الالم بس بتقلل البروستاجلاندين. البروستاجلاندين ده مهم للفانكشنز اوف كيدني. فبعض الناس برضو مش مؤكد بيقولوا ان انا لو قعدت تاخد النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري على طول ممكن تتاثر الكليه، لكن الكلام لسه ما ثبتش. اقوى حاجه بقى عندنا المورفين. وقلت بسمع من اطباء كثيرين بيدوا، انا طبيب اعرفه زميل وزميل يعني وظيفته جامده قوي، فكانوا بيدوا والده مورفين كل يوم. قال لهم انتوا هتخلوا والدي ادك للمورفين بعد ما يطلع مستشفى. قلت له غلط الكلام. المورفين لما نستخدمه في كرونيك بين لا يمكن يعمل ادكشن. ما تسالنيش ليه، هي رحمه ربنا لان عارف احنا بناخده ليه. ما يعملش ادكشن الا في شخص اوريدي عنده ادكشن وتعالج منها، او شخص عنده استعداد انه يبقى ادكت، انما مش شخص طبيعي. كاونتر ايرتنت اللي هي اللزقه، قلنا بتشتغل زي الاكويبانكشر. حط ماده على ايدك بتعمل كيميكال ايريتيشن، حاجه شكشكه الاي دلتا اللي هي بتاعت البين الخفيف تضيع البين التقيل بتاع السي فايبرز. يعني حسنه قليله تداوي بلاوي كتير. الحسنه القليله انك بتشغل اي دلتا اهي الاي دلتا، فتوقف الاهم اللي هي السي. والانتي اسيدز مثلا لو واحد عنده حموضه. يبقى سيرجيكال تريتمنت ثلاثة، تقطع الكورد انترولاترال كوردوتومي. اتكلمنا ان دي ما بتنفعش غير فيو ويكس لفيو مانث عشان خاطر الساور تراكت وعشان في سبير باثويز، كلام جديد خالص. تشغل النيوكليس السخيفه الانترالامينال نيوكلياي بتاعت الثلمس، تعمل لها كوتاليزيشن تبوظها سيرجيكالي بس بالكوتري، او تفصل الحته بتاعت الافكت اللي هو البري فرونتال لوب بري فرونتال لوب. الكتريكال ستيميليشن تشغل اللارج سنسوري فايبرز. هنا بنشغل ايه؟ الفا والاي بيتا بقى، مش الاي بيتا والاي دلتا، الفا وبيتا، بحاجه اسمها ترانسكوتينيوس الكتريكال نيرف ستيميليشن. او نشغل الفيرست كومبوننت اوف انرجيزيك سيستم اللي هو البيري اكوداكتال والبيري فنتريكولار. ممكن نشغل السكند كومبوننت على فكره اللي هي الرافي ماجنس نيوكليس، او نشغل نون سبيسيفيك سيراميك نيوكلياي السخيفه الانترلامينر. قلناها 100 مره يا اولاد. ميديكال تريتمنت قلنا في انرجيزيكس، ابسط حاجه الاسترويدال نون استرويدال انرجيزيكس، وقلنا دي بتقلل زي الاسبرين. وزي الاسبرين ده ضعيف قوي مش هيأثر على حاجه ما تخافوش، انما الاقوى من الناس بتخاف يأثر. تبقوا فاهمين ليه؟ لانه بيمنع تكوين البروستاجلاندين، والكليه عشان يجي لها دم كفايه محتاجه بروستاجلاندينز، لانه بيعمل لها رينال فازو دايلتيشنز الفيسلز بتاعت الكليه. لكن مش مؤكد. المورفين وقلنا يا اولاد ما تخافوش وما تقولوش العبط ده، ان المورفين هيؤدي لادكشن حتى لو استخدمناه لمده طويله في شخص عنده كرونيك بين من رحمه ربنا. كاونتر ايريتانت والتريتمنت اوف ذا كوز، زي نعالج السبب زي ما ناخد انتي اسيدز في حاله الناس اللي عندها حموضه. انا اطلت عليكم جدا اي نو، بس احنا عندنا اجازه بعدها. بشكركم على حسن انصاتكم في واحده من المحاضرات الهامه اللي احنا ذكرنا فيها البين، واحنا وظيفتنا اساسا ان احنا الافيت بين. وبقول يا اولاد لا تنسوا ان هذه المحاضرات لصالح الاطفال المتألمين المرضى من مستشفى أبو ريش أو غيرها في أي بلد أنت بتسمعني. إن مكالمة تليفونية صغيرة بتعني الكثير. أنا بحاول أساعدكم، أنت تحاول تساعد الآخرين اللي هم الأطفال. ما تهملش المكالمة تقول أعملها بكرة. هي أنت هتعمل إيه بمبلغ المكالمة؟ ولا شيء، ما يعملش أي حاجة أنا متأكد. إنما البحر عداده من نقاط، أنت وغيرك وغيره كل ده هنساهم في الآخر يبقى عندهم حصيلة كويسة تساعد أطفال يعني عندهم يعني صعوبة مادية وعندهم في نفس الوقت ألم ربنا شاله من علينا، فنتعاون في ان احنا نشيل ألم من عليهم. انما نسيبهم، المثل بيقول على الباغي تدور الدوائر. ودائما ابدا بقول معاناة الفقراء
ينبغي أن يحاسب عليها الأغنياء. جملة تملي بكررها، يحاسبوا عليها. أي معاناة للفقراء يبد أن يحاسب عليها الأغنياء. أتمنى أن أنت ما تكسلش وقول أعمل المكالمة دي. أشكركم على وقتكم، وأتمنى أكون أفدتكم، ونأخذ أجازة قصيرة ثم نعاود بإذن الله إذا كان في العمر والصحة بقية. شكرا، وأسعد الله مساءكم أو صباحكم أينما كنتم.